السلام عليكم شباب، أنا اسمي محمد رشاد درويش، خريج جامعة اسكندرية في 2011. أنا بشتغل باحث في جامعة أنتورب في بلجيكا مع فريق جزيئات طويلة العمر لونج ليف بارتكل. إن شاء الله لو عندنا وقت النهاردة ممكن احنا نتكلم عليها إيه هي بالظبط. أنا في ممكن قمة بحث سعادتي طبعا. النهاردة إن أنا هروح معاكم في رحلة للسي ام اس ونشوف تجربة السي ام اس. ابتديت شغلي مع السي ام اس من حوالي 6 سنين أو 7 سنين، وإن شاء الله يعني نكمل مع بعض وإن شاء الله تيجوا تكملوا معانا. أنا بس مش عايز أخد وقت طويل كتير في الانترودكشن، ممكن نتعرف على بعض أكتر قدام. إن شاء الله هنروح في رحلة في السي ام اس السيرفيس والأندر جراوند. ومعايا هنا صديقي العزيز واخويا احمد طارق ابو الفضل، ممكن يقدم نفسه. مساء الفل يا شباب، أنا أحمد أبو الفضل، أنا باحث بوست دوك في جامعة ميتشيغان في أمريكا، برضه بيز هنا بس أنا مش في تجربة سي إن إس، أنا في التجربة المنافسة، في تجربة أطلس. احنا اصحاب النهارده بس. أيوه بالظبط، اصحاب النهارده. هنحكي على الحوار ده حبة حلوين. أنا عملت الدكتوراه في، أنا أصلا خريج جامعة أسيوط وعملت الدكتوراه في جامعة باريس، وحاليا بعمل بوست دوك في ميشيغان بس based هنا في سيرن جينيك. May I ask you to speak louder? Yeah, okay. Sorry. Sorry. Because we got the background. Okay. عالتاني ولا ايه؟ لا لا تمام بس فتمام، ففرصة سعيدة وتشرفني بيكو. بس عشان الواحد حابب يعرف بس سيرفي سريع لو ينفع، مين في سنة تانية سنة تالتة، لو مين في سنة أولى طب يرفع إيده يا جدعان، يعني عشان بس نحاول نتخلش. أوكي، في ناس في سنة أولى تانية. اوكي تالتة. اوكي رابعة. اوكي population or okay ومين في دراسات عليا ولا لا؟ اوكي then I give back the picture. في حد دراسات عليا؟ معلش عشان الصورة بس كانتش اوكي. اوكي واحدة بس ربنا معاك يا بنت والله. خير. فاحنا ممكن نبتدي بانترودكشن كده سريعه، احنا فين؟ تمام. كان وي شير ذا سيرن؟ يس اوف كورس، يس اوف كورس. ثانك يو. فاحنا فين يا احمد هنا؟ يلا بينا. فين؟ طيب زي ما انتم شايفين دي صوره كده متاخده اريال فوتو، يعني متاخده من مدينة جنيف. جنيف دي يعني تاني أكبر أو يعني أهم مدينة في سويسرا، ومش العاصمة يعني، هي مدينة مهمة في سويسرا. اللي هناك دي بيسموها بحيرة جنيف، وورا دي جبال الألب. يعني الخط، في خط أبيض بسيط كده، دي الحدود ما بين فرنسا وسويسرا. زي ما أنتم شايفين كده في دايرة طويلة مرسومة تحت الحدود دي. الدايرة دي أكبر ماشين عملوها البشر في تاريخهم، يعني اسمها اللارج هادرون كولايدر، المصادم الهادروني الكبير. ده عبارة عن نفق على عمق تقريبا 100 متر مور ليس يعني، وبمحيط 27 كيلومتر. النفق بيبقى فيه تيوبس انابيب من بتمر فيها بروتونات بسرعه عاليه جدا وطاقات عاليه، يعني دي unprecedented. يعني احنا حاليا بنصادم البروتونز في طاقات عمرها ما حصلت في تجربه قبل كده. احنا يعني اعلى طاقه على بالظبط يعني وجه الارض في مكان صغير، عشان بس الناس بتفتكر ان هي الطاقه عاليه زي الطاقه مثلا القنبله النوويه. لا بالظبط، هي الفكره كلها ان هي طاقه عاليه جدا جدا جدا، بس في مكان اصغر من خرم الابره. فدي الفكره، ان هو كوندنس زي فكره البيج بانج، لما يكون عندك مش عارف الهاي دينستي تمام وفيري هاي انرجي في سمول فوليوم. تمام، فهي دي الفكره في الانرجي. زي ما كنا بيقول احمد ان احنا بنسرع البروتونز جوه التيوب تمام بطاقات عاليه جدا، ونسمح لهم ان هم يحصل لهم كوليجن. عند كم بوينت يا احمد؟ احنا عندنا 4 بوينت. تمام، لو اليس واطلس وليش بي وسي ام اس. تمام، فهم يعني ايه؟ معلش هقطعك. احنا هنا في كل، يعني انت عندك جوه التيوب في البروتونز بتتحرك في اتجاهين مختلفين، وبعدين بنسمح لهم يتصادموا في نقاط محدده. طبعا علشان احنا نبص على نتائج التصادم ده بيكون عندنا ديتكتور. يعني لغايه طبعا ما هننزل ونشوف لما محمد ينزل ويورينا بالتفصيل يعني ايه ديتكتور. فخلينا نتخيل ان هيك in a way it's a camera، it's something that يعني بتشوف اللي بيطلع من نتائج التصادم ده.
فالتجربه اللي احنا فيها حاليا اسمها سي ام اس كومباكت ميون سولينويد، دي التجربه اللي محمد شغال فيها. سي ام اس احنا جوه فرنسا حاليا. انا التجربه اللي شغال فيها اسمها تجربه اطلس على الناحيه الثانيه من بالضبط. حلوه الحلوه السعوديه على الـ على ال نايس هي والسعيده. فاحنا دلوقتي السي ام اس اللي هي بس if I move sorry if I move the cursor would you see it I do اه اوكي so can you just hover around سي ام اس. فاحنا دلوقتي في سي ام اس هنا، فاحنا فوق مش تحت طبعا، يعني احنا في الكنترول روم بتاعه سي ام اس على عمق حوالي 100 متر من المسرع سوري انابيب المسرع والتجربه. التجربه اللي انا بشتغل فيها اسمها اطلس على ذا اذر سايد، على الناحيه الثانيه دي جوه على الحدود بالظبط مع جنيفا او مع سويسرا يعني اوفيشال. والدول يعتبروا التجربتين بيسموها جنرال بيربز، بمعنى ان هم ليهم برنامج فيزياء واسع جدا، مش بيدوروا على حاجه محدده، بس هدفهم ان هم يجمعوا اكبر قدر ممكن من الداتا، يعني بيشوفوا اكبر قدر ممكن من نتائج التصادم، و بعد كده كان بينتربريتد في نظريات مختلفه في تجارب مختلفه. على الناحيه المقابله في تجربتين تانيين، واحده اسمها اليس واحده اسمها ال اتش سي بي، دول ليهم برامج متخصصه اكتر شويه. يعني اليس بيدور اكتر في ممكن نتكلم بعد كده، بس ممكن تبقى افضل لو اتكلمنا لو عرفنا الستاندرد موديل قبل ما نخش. خش في الستاندرد موديل شويه، اللي هو الطبيعه اللي احنا وصلنا لها اخر يعني حاجه ان هو ايه تكوين الكون نفسه، تمام، اصغر اليمنتري بارتكلز اللي موجوده في الكون، تمام. زي ما احنا عارفين احنا عندنا حاجه اسمها فيرميونز وحاجه اسمها بوزونز. نرجع قبل كده كمان نبتدي من الحكايه خالص، تمام. هي الفكره كلها احنا ليه بنعمل ده كله، احنا ليه بنجيب البروتونات ونربطها في بعض وبتاع. خلينا امثلها لكم زي فكره البيج بانج. فكره البيج بانج ان الكون كله كان عباره عن زي حبه البزله زي ما احنا بنقول، ومره واحده انفجرت، تمام. لما انفجرت عند طاقه عاليه جدا ابتدى ان في جزيئات موجوده او في جسيمات موجوده وطاقتها عاليه، ابتدى ان هي تبرد واحده 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 واحده، تمام. وكل ما تبرد يحصل لها ديكي، تطلع بارتكل جديد، تمام. الديكي البارتكل الجديد ده هيكون عنده طاقه عاليه، يحصل له ديكي تاني، يبرد يحصل له ديكي تاني، يطلع بارتكل جديد، وهكذا لحد ما وصلنا للستيبل بيكتشر اللي احنا فيه دلوقتي، اللي احنا هي بارتكلز اللي موجوده دلوقتي حاليا. فاحنا بنحاول ان احنا باك ان تايم، نحاول ان احنا نرجع بالزمن لورا. طب احنا الفيرجن اللي موجود عندنا دلوقتي هو الالكترونز، الحاجه اسمها ميونز، حاجه اسمها كواركس، حاجه اسمها كذا. طب ايه اللي كان موجود من قبل كده، تمام. طب لو وصلنا لصوره اللي كان موجود قبل كده، طب ايه اللي كان موجود من قبلها، وهكذا وهكذا. فاحنا يعتبر رجعنا بالزمن لورا حوالي نص ثانيه ولا حاجه، تمام. يعني احنا شفنا بس الصوره اللي كانت موجوده قبل الالكترونز وقبل الميونز وقبل الكوارتز، لما اخر حاجه طلعناها هو الايه، هو الهيكس، تمام. ان هو ده البارتكل الاساسي اللي ادانا الماس. ممكن نبقى نشرح قدام ايه الهيكس نفسه، وطبعا احمد عشان متخصص في الهيكس فممكن يدينا اكتر معلومات اكتر عن الهيكس. فده اللي احنا بنعمله، ان احنا ايه، احنا عايزين نعمل فكره زي فكره البيج بانج، ان احنا يكون عندنا انفجار فيكون عندنا طاقه عاليه، فبالتالي ينتج لنا جسيمات جديده، الجسيمات دي يحصل لها ديكي، تطلع لنا الجسيمات الفيرجن اللي احنا عندنا دلوقتي اللي هنقدر نسجلها بالديتكتور او نسجلها بالكاميرا بتاعتنا وندرسها ونشوف الجسيمات دي هل هي جايه من جسيمات فعلا احنا مش عارفينها ولا لا، تمام. لو جاي من جسيمات مش عارفينها، يبقى احنا عملنا كده ديسكفري، يبقى احنا كده شفنا ايه اللي كان موجود باك ان تايم قبل الفيرجن اللي احنا موجود فيه دلوقتي، تمام. يعني هو ايه برضو لو نط يعني في نص كده الفكره برضو، يعني هو ده المجال البحث بشكل عام، ده اللي هو بيسموه فيزياء الجسيمات او فيزياء الطاقه العاليه. دي امتداد زي ما تقول كده للمدرسه الاتوميه، ان احنا بنحاول نبص ايه يعني السؤال الاهم اللي احنا بندور عليه، هو كذا شق. ايه هي اصغر وحدات مكونه في الكون؟ ايه هي الجسيمات الفاندمنتال اللي هي ما فيهاش جسيمات تانيه اصغر منها؟ فان احنا نعرف ايه الجسيمات دي اولا، ده السؤال الاول. السؤال الثاني بتتفاعل ازاي مع بعض؟ وان احنا نبني من دي بقى صوره بقى كوزمولوجيكال يعني بشكل عام. لو احكي شويه عن تاريخ النظريه يعني، فممكن ندي مثلا ان اهم فكره مبنيه عليها النظريات اللي مكونه لل يعني بشكل عام، بدات
وجهه نظر يعني، او مش أو واحده من اهم الاسمات، بدات مع عالمه رياضيات المانيه اسمها ايمي نوتر. ايمي نوتر عملت حاجه فيري يعني ريفولوشنري، يعني ربطت ما بين مفهومين مهمين جدا، الكميات الكونسيرفد، الكميات اللي قيمتها ما بتتغيرش، والتماثل او السيمتري. يعني احنا كلنا عارفين قانون بقاء الطاقه، قانون بقاء قيمه التحرك، المومنتوم، بس هي ربطت ما بين ده وما بين مفاهيم ثانيه ليها علاقه بالتماثل. طب هنا نفهم ان الطاقه ليه الطاقه يعني ليه الطاقه لا تفنى ولا تسعدس من عدم، ليه واي انرجي از كونسيرف، ده علشان في الناحيه الثانيه من العمله ان في كميه ثاني متماثله في الكون قيمتها مش هتفرق لو اتغيرت، اللي هو التايم. المومنتم نفس الكلام، ليه المومنتم كونسيرف، بيكوز ذير از سبيس سيمتري، وهكذا. فهي ربطت بين الكميات دي وحطت مفهوم السيمتري او التماثل في المركز، ان احنا بقينا بندور على التماثل في الطبيعه بشكل عام. انا بس انا بس هروح اجهز نفسي دلوقتي علشان قبل الانترودكشن اجهز نفسي دلوقتي قدامي ادي الكاميرا عشان يعني حوالي 5 دقائق كده تمام او 3 دقائق على حسب انت عايز. اروح اجهز نفسي بس he will just continue with the like 3 minutes or 4 minutes talking about the standard model and very good, I enjoy. I will just prepare myself. نفسنا فين مركزية فكرة التماثل أو السيمتري بشكل عام في الطبيعة. من هنا بقى ابتدت مع برضو ظهور الكوانتم ثيري في بداية القرن العشرين، ومع بعد كده طبعا النسبية ابتدت إن احنا الصورة اللي احنا بنشوفها للكون تبدأ تبقى أكثر تركيبا يعني وتعقيدا وهكذا، لغاية ما قدرنا نوصل للنظرية الأهم يعني في البارتكل فيزيكس أو النظريه المركزيه بيسموها ذا ستاندرد موديل اوف بارتكل فيزيكس، النموذج القياسي. مش نظريه واحده، دي عباره عن مجموعه نظريات بدات تظهر بالتدريج مع بدايه القرن العشرين لغايه ما يعني وصلت لمرحله ناضجه لا تسيف في اراوند الستينات او السبعينات، ممكن مبنيه بالاساس على فكره التماثل ده. طبعا لي معاني رياضيه وهندسيه اعقد شويه بس مش مفيش مجال يعني ناخد فيها دلوقتي. الستاندرد موديل باختصار حط صوره للكون او الفاندمنتال بارتيكلز او الجسيمات الاوليه، حط عندنا مقسمهم لمجموعتين كبار يعني الليبتونز والكواركس. الليبتونز عندنا زي حاجات مشهوره جدا زي الالكترون طبعا انتوا عارفينه، وفي حاجات اكزوتيك شويه او مش مشهوره قوي زي الايه بتيجي مع الاشعه الكونيه مثلا زي النيوونز، وفي حاجات ثانيه اقل ندره بيسموها التاونز وغيرها التاو بارتكلز. والكواركس طبعا دي اللي هي الجسيمات الاوليه اللي بتكون البروتونز. احنا عندنا ودول في منهم كذا نوع دي ار ليبلد از اب كوارك داون كوارك، بس المعاني دي يعني المعنى اللغوي بتاع اب وداون doesn't mean anything just a label to يعني ده بس مجرد صفه بتتحط عشان نفرقها بين جسيمتين، انما ما لهاش معنى يعني ما هواش فوق وتحت وكده. النظريه دي بشكلها المكتمل دي كانت قدرت تعمل تنبؤات مهمه جدا جدا لغايه القرن يعني لغايه في نفس المرحله دي، ولكن كان في مشكله مهمه جدا في النظريه، وهي مشكله الماسز بتاعت البارتكل. ان الجسيمات الاوليه دي ليها كتله ولكن النظريه ما بتقدرش تفسر الكتله. ليه؟ لان اول ما بحط الكتله في مبدا مهم جدا بيتكسر اللي هو السيمتري، المبدا الاساسي اللي احنا بدانا منه. فهنا برضو مع في نفس المرحله دي كان في اسمات نظريه مهمه جدا من عالم انجليزي اسمه بيتر هيجز، وبرضو في عالم تاني بلجيكي فرانسوا انجلير وغيره، ان هم بداوا يقترحوا ان احنا نضيف نموذج جسيم جديد للنموذج القياسي ممكن يفسر الكتله بشكل يحافظ على تماسك النظريه. وده نتج عنه ان هم تنبؤوا ان لازم يبقى في جسيم جديد اطلق عليه حاليا الهيجز بوزون يعني على اسم بيتر هيجز. وده كان اللي هو ايه يعتبر اهم واخر عنصر علشان يخلي الصوره مكتمله جوه النموذج القياسي. على الناحيه النظريه، على الناحيه الاكسبيرمنتال، على الناحيه التجريبيه، طبعا طول الفتره دي كانت فكره التجربه باختصار مبنيه على يعني ايه القانون الاشهر بتاع النسبه الخاصه، ان هو الطاقه وان الكتله والطاقه متماثلتان، يعني الطاقه بتساوي الكتله في مربع سرعه الضوء. فاحنا عشان نعمل كتله عشان نخلق يعني جسيمات جديده محتاجين طاقه عاليه جدا. فالفكره ان احنا بنبني مسرعات ونعمل تصادم علشان نعمل الطاقه العاليه جدا دي اللي تتحول لكتله ونطلع جسيمات جديده. كوزمولوجيكلي سبيكينج احنا كل ما الطاقه بتزيد كاننا بنرجع بالزمن ورا للحظه البيج بانج زي ما كان محمد بيحكي.
وده بقى حصل بقى فيه تطورات تكنولوجيه كبيره. يعني في الاول مثلا في امريكا بداوا عملوا مسرع، بدل ما المسرع يبقى دائري يبقى المسرع خطي، ان انا اعمل انبوبه طويله جدا احط مسرع البروتونات في شكل خطي ونخليها تخبط في فيكس تارجت. وبعدين الموضوع اتطور شويه، رحنا لحاجات دائريه علشان نقدر نزود الطاقه لغايه ما وصلنا للمسرع اللي احنا فيه، اللارج هادرون كولايدر، اللي هو اكبر مسرع على يعني على الارض حاليا. بالفعل في 2012 او في اواخر يعني 2011 التجربتين الاهم اتلاس وسي ام اس بداوا يشوفوا جسيم جديد صفاته تتشابه بشكل كبير جدا مع صفات الجسيم اللي بيتر هيجز وفرانسوا انجلير وغيرهم تنبؤوا بيه. وبالفعل ده تم تاكد يعني في 2012، واعلنوا ان عن الكشف الاهم يمكن في اخر 29 30 سنه في الفيزياء، اللي هو اكتشاف الهيجز بوزون. وطبعا نتيجه لده بيتر هيجز وفرانسوا انجلير خدوا جائزه نوبل السنه اللي بعديها. كان في علماء تانيين ساهموا في النظريه بس كانوا توفوا يعني فما لحقوهمش. ومن ساعتها بقى واحنا بنحاول يعني على الاقل جزء من البرنامج الفيزياء ان احنا نفهم الجسيم الجديد ده وتفاعلاته مع الجسيمات الثانيه، وايه الامبليكيشنز على الكوزمولوجي وعلى فيل ثانيه. لان برضو رغم ان الستاندرد موديل يبدو ان هو متكامل الا ان في حاجات كثيره ناقصه. يعني الستاندرد موديل دازنت اكاونت الجاذبيه مثلا. انا حاسس ان محمد عايز يتكلم. لا انا بس ممكن نكمل مع بعض تمام، بس ان نشرح احنا فين بالظبط تمام، وبعد كده عشان هيجي اوقات وانا هقطع الاتصال فساعتها يكون تكمل مكاني. مرحبا بكم جميعا. احنا دلوقتي في سي ام اس كنترول روم. سي ام اس كنترول روم هنا المكان اللي احنا بنتحكم فيه من التجربه، من التجربه تحت الارض زي ما قلنا في الاول خالص على بعد 100 متر. فهنا المكان اللي بيكون فيه الناس اللي بتتحكم دايركت بالتجربه، فبيكون موجود حاجه اسمها شيفترز. اوكي، عندنا كذا نوع من انواع الشيفتر. عندنا اول نوع خالص بنسميه داك شيفتر، وهنا اللي فعليا فيه اللي هو الزرار ستارت ذا كوليجن او ستارت ذا اكسبيرمنت. هنا فعليا بنشوف واحنا مثلا عايزين ندخل الكومبوننت كلها في الرن او نستارت الرن او نوقف الرن. ده بنسميه داك شيفتر. اوكي، في عندنا نوع تاني من انواع الشيفترز اللي هو المكان قاعدين ما كان مع احمد قاعد، ده بنسميه تريجر شيفتر. هشرح كمان شويه ايه هو التريجر، بس مؤقتا ان في شيفتر مخصص ان هو يتابع حاجه اسمها تريجر ريت. هشرح قدام شويه ايه هو التريجر ريت بالظبط. بعد كده عندنا الشيفت ليدر تمام، هو مسؤول ان هو يمانج كل الشيفترز اللي موجودين في الكنترول روم تمام. وعندنا اخر شيفتر معانا هو التكنيكال شيفتر تمام، طبعا هو هي مشغوله دلوقتي وهنا هو متخصص بالدي اس اس، حاجه اسمها الدي اس اس، حاجه اسمها الدي سي اس، اللي هو الكنترول بتاع الديتكتور زائد السيفتي بتاع الديتكتور. اوكي تمام، وده الايه الاكسس الموجود عندنا تمام. ده جانب من الكنترول روم، لو احنا جينا بصينا عليه من بعيد كده اهو، ده جانب من الكنترول روم تمام. هنا الشيفترز التكنيكال والسيفتي، وهنا الشيفترز المسؤولين عن الرانز سواء الداك او التريجر او الشيفت ليدر. وبنيجي هنا الجزء الثاني من الكنترول روم، معانا شيماء تمام جيم دوك، واحد من الاكسبرت في ديتكتور سب ديتكتور اسمه الجيم، هنشرحه قدام شويه تمام. وهنا برضو بقيه الاكسبرت اللي موجودين لكل سب ديتكتور زي ما احنا شايفين، بس دول ما بيكونوش موجودين طول اليوم، هو ممكن موجودين لغايه الساعه 7 او الساعه 8 وبعد كده بيمشوا، بس بيكونوا بيشتغلوا ريموتلي من البيت تمام. فهنبتدي نطلع بره الكنترول روم ونطلع شويه في الهواء الطلق نتفرج بره شكل المكان عامل ازاي بالظبط. زي ما احمد قال احنا موجودين في الجانب الفرنسي جنب جبل اسمه جورا، ده شكل الجبل تمام. احنا يعتبر ابعد حته في الليل سي تمام،
قصاد مننا على طول الناحيه الثانيه اطلس. حاجه اول حاجه ممكن تلاحظها لما تيجي سي ام اس، لما تشوف المبنى الكبير العملاق ده تمام، وتشوف على النقيض او الناحيه الثانيه سواء تجربه اليس او سواء تجربه اطلس ان المبنى مش كبير للدرجه تمام، فتستغربوا يعني هو ليه سي ام اس كبير بالمنظر ده، ليه الجراج بتاعنا او المكان بتاعنا كبير بالمنظر ده. ده السبب بسيط، ان التجربه على عكس المتوقع ان هي اتبنت، مفترض انها كانت تتبني تحت الارض، لان يعني انت بتحفر 100 متر تحت الارض وبتنزل تحت وبتبتدي انت تبني التجربه بتاعتك. لا، تجربه سي ام اس اتبنت فوق الارض في الجراج اللي احنا شايفينه ده او في المبنى اللي احنا شايفينه ده، وابتدينا ان احنا زي في حاجه اسمها شافت كده زي بير كبير قوي، وابتدينا ان احنا ناخد سلايد او جزء من التجربه وننزلها تحت ونعملها انستليشن. ده فادنا في حاجات كتير، اولا فادنا ان التكلفه كانت اقل، ثانيا حريه الحركه بتاعه التجربه جامده جدا، ان احنا نقدر نحرك التجربه زي ما احنا عايزين او نغير في اي جزء من اجزاء التجربه تمام. غير تسريع العمليه نفسها، ان احنا لما بنعمل فوق الارض فبالتالي اسهل بكتير لما تكون تنزل المعدات بتاعتك كلها تحت الارض. زي ما هنشوف كمان شويه جوه المبنى ده هيكون شكله عامل ازاي، بس حابب الاول ان انا اوريكم حاجه اللي كنا بنتكلم عليها، شكل ال LHC، شكل التيوب من تحت. بس طبعا يعني للاسف احنا مش هنقدر ننزل في التانل، بس فورشتلي يعني لحسن الحظ ان احنا عندنا جزء من التيوب بره زي موديل، فتقدر تشوف ايه فكره التيوب تحت الارض عامله ازاي. فده جزء من ال LHC. عندك هنا تيوب، واحد اتنين البروتون، الاتنين للبروتون بس، واحد يمشي في اتجاه والتاني بيمشي في اتجاه العكس. عندك حوالين التيوب ده ماجنت علشان يتحكم في البندنج او يعمل الانحناء في البيم نفسه علشان يمشي في سيركل، وفي نفس الوقت عندك الكتريك فيلد علشان يسرع لك البيم نفسه ان هو يوصل لك لسرعه الضوء، وفي نفس الوقت عند هاي انرجي تمام. فده شكل بالظبط ال LHC اللي بيكون موجود تحت الارض، ده مجرد موديل فبيوري لك الفكره عامله ازاي تمام. الماجنت اللي احنا بنستخدمه هنا بنستخدم خاصيه السوبر كوندكتيفيتي. لو احمد حابب ان هو يشرح شويه عن فكره الماجنت وفكره السوبر كوندكتيفيتي قبل ما نخش جوه. انت سامعني يا احمد؟ تمام. لا ولا يهمك. هو الفكره يعني باختصار ان احنا علشان يعني ان احنا لان هو الانبوبه دي بتعمل حاجتين زي ما محمد كان بيحكي، بتعمل تسريع وبتعمل بيندنج في نفس الوقت. فعلشان ان احنا نقدر نعمل البيندنج ده في طاقه عاليه جدا، فانت محتاج مجال مغناطيسي عالي جدا، فانت محتاج تمرر تيار بيوصل نمبرز يعني let's say in the order of يعني ما اعرفش ممكن مثلا tens of thousands of amperes او حاجه كده، او have to check. فده لو انت هتعمل ده في موصل عادي يعني let's say نحاس او كده، طبعا ده مش هيبقى optimal. انت اولا هتخسر طاقه عاليه جدا بسبب الحراره وكده، فبنستخدم موصلات فائقه التوصيل super conducting. وده بيحط بقى constraints كتير، ده معناه ان احنا لازم جوه التيوب ده نبقى عاملين مخفضين درجه الحراره بشكل كبير جدا علشان ان احنا نقدر نوصل التيارات العاليه دي جدا، وبحيث ان احنا نقدر نولد المجال المغناطيسي. To give you an idea يعني، فالماجنتيك فيلد بتاع الدايبول بتاع ثنائي القطب اللي هو بيعمل البيندنج ده حوالي 8 تسلا which is huge يعني. لك ان تتخيل التيار اللي محتاجين نمرره علشان يعمل المجال المغناطيسي. ارجع تاني لمحمد. تمام. زي ما احنا شايفين هنا هو ده الجراج، هو ده المبنى اللي اتبنى فيه السي ام اس. اللي ورايا دي صوره بالحجم الطبيعي لشكل الاكسبيرمنت لما اتبنى هنا اهو تمام. فلك ان تتخيل حجمي انا او حجم البشر الانسان بالنسبه لحجم التجربه نفسها تمام. بص فيش حاجه عملاقه حوالي 15 متر في الدايمتر اللي لم يكن الذاكرة، ومحمد طويل على فكرة مفترض ان انا طويل
فده المكان اللي اتبنى. المكان اللي انا واقف عليه هنا هو ده المكان اللي نزل منه السي ام اس، بس احنا قافلينه دلوقتي، ده بنسميه شافت. المكان ده يعني للاسف ممكن ما اقدرش ان انا اوريه لكم من تحت، بس المكان ده هو بالظبط السي ام اس اتبنت ورا وابتدى ان هو سلايد سلايد ينزل تحت، واستخدموا المعدات اللي في الاستادات اللي هو اللي عشان تبني اي استاد بتستخدم كرين عملاقه جدا، ان يعني هي تشيل الحاجه وتنزلها او تحركها من مكان لمكان. فدي المعدات دي بتكون على مستوى العالم قليله جدا، عددها قليل جدا، فجابوا واحده مخصوص للسي ام اس عشان تبتدي تاخد جزء جزء من السي ام اس وتنزله تحت الارض. زي ما قال احمد السي ام اس كومباكت ميون سولونويد. ليه بنسميه كومباكت؟ علشان هو فيري فيري دنس. احنا الكتله عندنا بنتكلم في 14000 طن، 14000 طن، يعني ده قد ايفل تاور برج ايفل توايس مرتين، تمام؟ فتخيل الكتله الاكسبيرمنت اللي عندنا. فابتدينا ان احنا ننزلها من المكان اللي انا واقف عليه ده، بس احنا طبعا قافلينه تمام لكذا سبب دلوقتي، ان احنا هنبتدي ران 3 فقافلينه عشان الراديشن، وقافلينه علشان يكون الميجرمنت بتاعتنا ما يكونش ليها انتراكشن مع الكوزميك ريز، بلس طبعا الراديشن علشان نحمي الناس لو في اي راديشن طلع من الاكسبيرمنت، تمام؟ فزي ما انتم شايفين الشكل عامل ازاي، تمام؟ طبعا واحده واحده هنبتدي ان احنا نشرح جزء جزء من السي ام اس وهو عباره عن ايه بالظبط، تمام؟ بس انا ببص للسي ام اس ان هو زيه زي الايرون مان، اللي هو قلب ايرون مان، القلب الضابط. معلش هتاجع محمد، اتفضل. لا لا بس عشان توضح ان ده احنا بنبص على كروس سيكشن، على مقطع من يعني هو الديتكتور اطول من كده، احنا بس شايفين سلايس من السي ام اس. بالظبط بالظبط، تمام. فانا هنزل دلوقتي، هنبتدي ان احنا ننزل تحت الارض. زي ما قلنا احنا دلوقتي في السيرفيس، ده المكان اللي اتبنى فيه سي ام اس. هبتدي ان انا انزل تحت الارض، تمام، ونشوف ايه اللي موجود تحت الارض، وازاي اتبنى الكلام ده، وازاي اتعمل، والسي ام اس نفسها بتتكون من ايه، وهل ممكن نشوف تاثيرات غريبه تحت الارض ولا لا. اوكي، فممكن ادي المايك لاحمد عبال ما نروح للمكان اللي هننزل فيه تحت الارض. اوكي، طب لو لسه بتتكلم في السوبر كوندكتيفيتي، او انا لا انا بما ان احنا بنتكلم في تجربه، ممكن ادي يعني نبذه عن الشكل العام للديتكتورز يعني بشكل سريع كده. يعني عشان تتخيل، انت عندك البيم بيبقى جاي كده وبيتصادمه في النص، فاحنا عايزين نحاول ان احنا نعمل كفرج في الفور بايث، يعني عايزين ان احنا ما نضيعش اي جسيم هينتج من هذا التفاعل. طبعا لاسباب تقنيه والاسباب اللي علاقه بالميكانيكا والاستابيليتي صعب ان احنا نخطي الفور بايث تماما يعني. الشكل الهندسي الافضل ان احنا نحقق ده، او اللي بيحقق ده لاكبر قدر ممكن، هو بنسميه شكل البرميل، البرميل طبعا بيبقى ليه غطاء وغطاء، وبيبقى ليه جسم البرميل لاتسي. فاحنا بنعمل ايه؟ بنبنين برميل كبير جدا حوالين التيوبز بتاعه ال LHC، بحيث ان هو التصادم يحصل في مركز البرميل ده. فانتوا اللي شفتوه يعني الصوره اللي محمد كان واقف جنبها، ده سلايس من البرميل زي ايه. فانت البرميل عباره عن كذا كذا ايه، كانها يعني كذا كذا سلايس كده جنب بعض، دول اللي بيبنوا التجربه بشكل عام. في المركز طبعا احنا الفكره بقى ان احنا عايزين نبني، هو مش ديتكتور واحد، هو عباره عن ديتكتورز كتيره جدا بتميجر حاجات مختلفه، وبالتالي محمد هتكلم عن ده لما يقرب اكتر. محمد you're muted if you're talking. تمام. دلوقتي هنبتدي ان احنا نخش تحت الارض، تمام. هنعدي بوابه، فالبوابه دي لازم تاخد احتياطات معينه عشان تعدي. اول حاجه لازم تكون لابس السيفتي هيلمت، تمام، علشان اي تصدمات ما تاثرش على دماغك. ثاني حاجه لازم تاخد السيفتي شوز، تمام، لازم تكون لابسها. ثالث حاجه لازم تاخد معاك جهاز اسمه الدوزيميتر. الدوزيميتر ده جهاز لقياس الاشعاع، يعني انت موجود تحت الارض ممكن يكون في اشعاع حواليك، فاحنا علشان نحافظ عليك ونحافظ على صحتك لازم نقيس كميه الاشعاع اللي انت بتاخدها قد ايه، تمام. فانت لازم تنزل بالجهاز ده، والجهاز ده بيكون مرتبط ببصمه عينك، يعني مش مجرد ان الجهاز ده مع اي حد وخلاص، لا، الجهاز ده مرتبط ببصمه عينك. ليه؟ عشان احنا بنطلب منك كل شهر ان انت تروح وتقيس الجهاز ده
قد ايه كميه اشعاع انت خدته، فبتروح لجهاز زي ده وبتبتدي ان انت تروح حاطه بالمنظر ده، بيطلع لك اسمك، اه ده اسم محمد درويش، وبيطلع لك قد ايه دوز انت خدتها طوال الفتره اللي فاتت. الحمد لله زيرو. فلما ننزل تحت الارض دلوقتي هنطلع تاني، ونطلع تاني هنقيس برضو راديشن ونشوف احنا قد ايه راديشن خدناه من الرحله بتاعتنا تحت الارض. تمام. فزي ما قلت ان الجهاز ده هو بيكون متعرف ببصمه عينك، فببتدي اول حاجه ان انا بسكان الجهاز على الجيت بتاعي. عندي تو جيت، اول جيت بتتفتح ان انا بعمل سكان للدوزوميتر، بخش بالمنظر ده. البوابه دي ما بتعديش غير واحد بس، ما ينفعش تعدي اكتر من كده. تمام. فلازم البوابه تتعرف عليا، فبتبتدي ان هو ياخد بصمه عيني المرتبطه على جهاز الدوزوميتر. اول ما يتعرف عليا يبقى انا خلاص كده انا مسموح ليا ان انا اخش تحت الارض. تمام. نفس الفكره هتحصل، هيحصل مع نعومي دلوقتي، ان هي هتسكان الدوزوميتر. تمام. وتبتدي ان هي تخش جوه الجيت. تمام. زي ما قلنا الجيت ما بياخدش غير فرد واحد بس، ويبتدي ان هو يعمل لها سكان لعينيها الاي برنت، هي مسموح لها ان هي تخش. لغايه ما محمد يرجع تاني، لان they just moved from one place to the other and probably that's why we lost them. Okay. But they are not lost forever. ممكن مثلا نتكلم على، طبعا زي ما انتم شايفين في احتياطات سيفتي كتير جدا، وده مش بالضروره بس بسبب الاشعاع، بس بسبب ان زي ما احنا قلنا احنا في اجزاء كبيره من انا مش كنت ممكن لو في اسئله، لو في اسئله في النص ممكن تتسال، لو على حاجه نفسها نشرح فيها زياده، او لو كده ممكن نخليها برضو في الاخر. بالتالي خليها في الاخر افضل عشان صعب خليها في الاخر الكوردينيت ولا ايه رايك؟ انت خليها في الاخر مفيش مشكله. ماشي ماشي تمام. فا كنا وصلنا لغايه فين؟ احنا دلوقتي موجودين عند الاسانسير او الليفت اللي هياخدنا ان احنا تحت الارض على مسافه 100 متر. تمام. فانا بيتهيألي ان هو هيقطع مني الكونكشن دلوقتي يا احمد، بس ده شكل الاسانسير نفسه. تمام. بياخد حوالي 20 فرد. تمام. هنا من الشاشه هنحاول نوريكم قد ايه هو هينزل تحت الارض. تمام. عدد المترز اللي هياخدها، بس ممكن الكونكشن يقطع شويه. تمام. فممكن يا احمد مش عارف انت سامعني سامعك او سامعك. اوكي. سو اي ثينك ان هو قطع يعني. فهو كنت بتكلم على مساله السيفتي، يعني السيفتي هنا مش بس جاي من الاشعاع، والاشعاع باي ذا واي يعني مش من السيفتي جاي، مش هو اكتر حاجه يعني ممكن تكون مصادر الريسك في التجارب، ولكن لان اجزاء كتيره من الديتكتور بتحتاج هاي فيري هاي فولتجز وبس. وحاجه ثانيه كمان، احنا بنحتاج زي ما قلت في موصلات فائقه، عشان نوصل للتوصيل الفائق محتاجين نبرر لدرجات حراره قريبه من الصفر كلفن، فبنحتاج كريوجينكس، بنحتاج مبردات وغازات كتيره تحت ضغط عالي وحاجات كده. فكل ده بيخلي المكان بتاع التجربه مليان ريسك يعني ريليتد تو سيفتي. فلازم في كل تجربه في سيرن وفي كل حاجه، مش كل تجربه تقريبا، كل سب ديكتور بيبقى في حد مسؤول عن السيفتي بتاعت الافراد وبتاعت برضه الفيزيتورز وبتاعت كل الناس. من ضمن الريسكات دي برضه الريسك بتاع الراديشن ده اللي محمد شرحه بالتوزيميتر يعني. ومن الحاجات برضو المهمة ان هم يعني دي من الحاجات اللي بتتاخد very very seriously يعني، ان هو on average الاشعاع اللي بيطلق يعني اللي بيتلقوه الناس اللي شغالين في سيرن بشكل سنوي اقل من يعني، لان هو مونيتور بشكل دقيق اقل تقريبا من عادي يعني. انت لما تركب طيارة بتاخد اشعاع من الاشعاع الكونية اكتر من اللي بياخدوه الناس اللي شغالين في سيرن. ف it's heavily monitored و it's taking very very seriously. برضو لغاية ما محمد يرجع تاني الكونكشن، حاجة من الحاجات اللي بحب دايما اتكلم عنها فكرة التراكم، ان احنا شايفين طبعا كل الكمبيوترات والاجهزه والسيستمز والسيستمز بتاعت السيفتي والسيستمز بتاعت الديتكتور والاكسلريشن. فالحقيقه ان احنا ما عملناش ده مره واحده، الحقيقه ان ده مبني على اجيال سابقه من ديتكتورز ومن تجارب ومن مسرعات اتعملت في دول تاني وفي اماكن تاني،
وفي كل مرة بناخد الديزاين دي وبني عليها وبنحسن. يعني قبل ما ال LHC كان هو المسرع كان في نف كانت النفة ده كان في تجربة تانية اسمها LEP كان إلكترون وبوزيترون بدل بروتونات مع بعض. قبلها كان في مسرع تاني موجود في ألمانيا كان اسمه هيرا, وبرضو كان في مسرع تاني في أمريكا في فيرمي لاب اسمه تيفاترون, وفي مسرع تاني كان في ستانفورد. ففي دايما في حالة تراكم, وكل مرة بنبني التجربة بشكل مختلف وتتكتب بشكل مختلف وبنطور في التكنولوجيز. ارجع بقى لمحمد بعد ما نزل. اوكي, احنا دلوقتي موجودين في دور اسمه ماينس 2. ممكن تشوف ان احنا على بعد 87 متر تحت الارض, تمام, لسه ما جبناش المية, بس هنوريكم جوه الشكل عامل ازاي, ازاي اتبنت السي ام اس نفسها. ممكن تشوف هنا ان هي كانت زي ارض, تمام, كانت زي ارض مفيش اي حاجه. ابتدوا ان هم يحفروا وابتدوا ان هم ياسسوا المبنى اصلا اللي هيكون موجود فوق الارض ويبنوا السلايدز بتاعت السي ام اس فوق الارض, وفي نفس الوقت يجهزوا المكان اللي هيتحط فيه السي ام اس, تمام, وواحده واحده يبنوا السي ام اس فوق الارض زي ما قلنا, تمام, والمعدات وهي بتتنقل. اوكي, وفي نفس الوقت يجهزوا الكافر نفسه. خلينا اقول لكم ان احنا تحت الارض عندنا نوعين من انواع الكافر, عندنا حاجه اسمها سيرفيس كافر وحاجه اسمها اكسبيرمنتال كافر. دلوقتي احنا هنحط التجربه بتاعتنا في كافرن او في مكان معين اسمه الاكسبيرمنتال كافرن. اوكي, وهيكون عندنا بيم وكوليجن, الدنيا تمام. طب افرض انت حصل عندك عطل مثلا في الهاي فولتج او اللو فولتج او الداتا اللي انت هتاخدها من الاكسبيرمنت نفسها, تمام. طب لو انت عايز تصلح العضو ده او تعمل اي انترفينشن هتعمله ازاي؟ هل هتحتاج ان انت توقف البيم كل مره وتخش جوه الاكسبيرمنتال كافرن, ولا ممكن تعمل كافرن تاني تسميه سيرفيس كافرن اللي هو كافرن بيخدم على الاكسبيرمنتال كافرن نفسه, بحيث لو انت حبيت تعمل اي انترفينشن في الاكسبيرمنتال كافرن مش محتاج ان انت تخش جوه الاكسبيرمنت نفسها وتخش جوه السيرفيس كافرن على طول وتغير اللي انت عايزه وتطلع تاني من غير ما تاثر على البيم, وفي نفس الوقت من غير ما البيم ياثر عليك او راديشن تاثر عليك, تمام. فاللي احنا موجودين فيه حاليا دلوقتي ده احنا بنسميه سيرفيس كافرن, تمام. للاسف مش هنقدر نخش جوه الاكسبيرمنتال كافرن علشان الاكسبيرمنت اتاثرت, تمام, بس هنروح لاقرب مكان ممكن نوصل له اللي يورينا لو احنا حبينا نخش الاكسبيرمنتال كافرن. فده شكل الاكسبيرمنت نفسها وهي بتنزل من فوق الارض زي ما انتم شايفين الفتحه اللي انا كنت واقف عليها دي, الفتحه اللي انا كنت واقف عليها فوق, تمام, بس طبعا هي كانت مقفوله ساعتها. فدي دي الفتحه اللي كنت واقف عليها, وفي نفس الوقت بيتاتش سترينج وينزلوا السلايدز جزء جزء, تمام, لحد ما تكون الاكسبيرمنت كامله, تمام. المكان برضو اللي احنا واقفين فيه ده اسمه انذر شافت, ده بتاع الاليفيتور بتاع الليفت, تمام, ده زي البير او المنور بالمصري قوي بتاع الاسانسير, ده على بعد زي ما قلنا احنا دلوقتي في ماينس 2 87 متر تحت الارض, تمام. اوكي, هنخش دلوقتي للكاونتنج, حاجه اسمها كاونتنج روم. زي ما اتفقنا ان احنا لو عايزين نغير حاجه في الاكسبيرمنت مش هنضطر ان احنا نخش كل شويه بالاكسبيرمنت نفسها ونغير فيها وبعد كده نوقف البيم وهكذا. احنا ممكن نعمل ده بعيد اكسترنالي. فعندنا حاجه اسمها كاونتنج رومز, ده بنحط فيه حاجه اسمها لو فولتج وهاي فولتج والتريجر. ايه هو التريجر؟ خلينا ادي بقى نبذه مختصره عن التريجر نفسه. زي ما قلنا ان ال LHC هو مسرع بروتونز او مسرع بارتكلز بيسرعها لطاقه عاليه جدا وسرعه تقارب سرعه الضوء, وبيحصل كوليجن عند فور مين بوينتس. الكوليجن ده ممكن يوصل 40 مليون كوليجن بير سكند.
40 مليون كوليجن بير سكند او ايفنت بير سكند. علشان تخزن ال 40 مليون ايفنت بير سكند او كوليجن من سكند محتاج 1 تيرا في الثانيه الواحده. فتخيل لو احنا حبينا نخزن او نعمل سيف لل 40 مليون ايفنت ده محتاجين 40 محتاجين تيرا, ومثلا لو في 40 ثانيه او بتاع محتاجين 40 تيرا. تخيل بقى في ساعه, تخيل في سنه محتاجين قد ايه. فطبعا ده مستحيل وما عندناش الساعه التخزينه لكده, وهيكون سو اكسبنسيف, هيكون غالي جدا جدا جدا. فبالتالي بدانا نسال بعض السؤال, هل احنا انترستد في كل الكوليجنز اللي موجوده؟ هل الكوليجنز اللي بتحصل دي ال 40 مليون احنا كلنا عايزين ندرسها تمام, ولا في جزء منها بس صغير هو اللي ممكن يكون فيه بارتكلز اللي احنا انترستد فيه زي الهيجز تمام؟ فلقينا ان هو جزء كبير جدا من ال 40 مليون كوليجن اوريدي ستاديد بيفور لو انرجي زي لو سكاترينج او لاستيك سكاترينج, فمش مهم بالنسبه لنا ومش كله بيحتوي على البارتكلز اللي احنا عايزين ندرسها. فبالتالي قال الفكره, في الفكره طب ما نحط فلتر بحيث ان نشوف الكوليجنز اللي موجوده دي هل كلها احنا عايزينها ولا لا. فعندنا نوعين من نوع الفلترز, او بنسميه ساعتها بقى تريجر, ليفل 1 تريجر وهاي ليفل تريجر. الليفل 1 تريجر بيزد على الهاردوير. ليه بيزد على الهاردوير؟ علشان او اللوجيك جيت, او بنسميها اللوجيك جيت, علشان احنا عايزين ناخد الديسيشن وذين المايكرو سكند. فعايزين ان احنا نشوف ال 40 مليون ايفنت كلهم مره واحده, ايه اللي احنا ممكن نكون انترستد فيه وايه اللي مش انترستد فيه, فنبتدي ان احنا نشيله او نزيله من الكوليجن نفسه. فال 40 مليون ايفنت اللي عندنا وال 40 مليون كوليجنز اللي عندنا, الليفل 1 تريجر اللي هو الهاردوير بيقللهم لي ل 100,000 كوليجن. شايفين الفرق؟ وذين المايكرو سكند بياخد ديسيشن, ده انا عايزه, ده انا مش عايزه, ده انا عايزه, ده مش عايزه. اللي احنا شايفينه حوالينا دلوقتي ده جزء من الليفل 1 تريجر تمام, ده جزء من الليفل 1 تريجر. الداتا بتطلع من الاكسبيرمنتال كافرن وبتخش عليه وبيبتدي ان هو يعمل تريجر, يعمل فلترنج وبيبتدي ان هو ياخد الديسيشن بتاعه. بعد كده عندنا برضو ال 100,000 ايفنت ستيل كبير جدا, ما نقدرش ان احنا نخزن ده كله. فعندنا نوع تاني من التريجر اسمه هاي ليفل تريجر. الهاي ليفل تريجر بيزد على السوفت وير, ده بياخد وقت زياده سنه وذين ال 1 سكند, فبيبتدي ان هو يفلتر الايفنت, بيقلل لي من ال 100,000 لل 1000 ايفنت, 1000 ايفنت بير سكند. يبقى انا كان عندي 40 مليون وصلته ل 1000 ايفنت بير سكند. 1000 ايفنت بير سكند هو حوالي 5 جيجا, 5 جيجا بايت. فبالتالي اقدر ان انا اعملها ستورنج, واقدر ان انا اعملها سيف, وبعد كده اعملها اناليسز اشوف ايه اللي موجود في الانترستد ايفنت تمام. فاللي احنا شايفينه دلوقتي بنسميه الكاونتنج روم, اللي هو بيحتوي على الليفل 1 تريجر تمام, وفي نفس الوقت السيستم اللي بيبتدي ان هو ينقل الداتا من الاكسبيرمنت جوه للليفل 1 تريجر, وبعد كده بيطلعه للهاي ليفل تريجر, بعد كده بيطلعه لمكان التخزين اللي احنا بنسميه تير زيرو. زي ما احنا شايفين ان احنا بنستخدم الاساسي الفايبر اوبتكس علشان ننقل الداتا بسرعه تمام, ونحافظ عليها يكون فيري فيري لو لوس ان انفورميشن او لوس ان داتا. وهنا بنشوف الشكل السلوك نفسها, يعني الله يكون في عون الناس اللي حاولوا ان هم يركبوا الكلام ده, حاجه في غايه التعقيد. بيبقوا طالب الدراسات عليا بقى زيكم. ان شاء الله, ما احنا مستنيينكم بقى تيجوا تفكوها لنا. احنا ركبناها مستنيين يجي يفكها بقى. فطبعا الديتكتور دلوقتي لحد ما شغال, بس ما فيش بيم جوه لسه تمام. فده شكل السيستم نفسه, الليفل 1 تريجر او الداك سيستم تمام. وطبعا جزء من السيفتي, ممكن اوريكم جزء من الهاي فولتج. لسه. I just wanted to show the high voltage. Okay. You can. احنا هنا هنخش في الهاي فولتج, طبعا لازم اكون بعيد شويه. يعني انا ممكن اقول لكم ان الماجنت اللي عندنا, لسه هنتكلم على الماجنت شويه, بس الماجنت اللي عندنا بيحتاج حوالي 18000 امبير, 18000 امبير عشان يطلع 3.8 تسلا
فتخيل كميه الباور اللي انت محتاجها. فده شكل الهاي فولتج نفسه الاسلاك نفسها عامله ازاي. تمام. احنا هنبتدي ان احنا ننزل دلوقتي. تمام. هنحاول بقدر الامكان نوصل لاقرب حته للاكسبيرمنت. تمام. بس الاول انا حابب ان انا اتكلم عن اولا السيرفيس كابن والاكسبيرمنتال كابن. زي ما احنا شايفين ده بالظبط الرسم التخطيطي للاندر جراوند اريا. فده جزء الاكسبيرمنتال كافن الموجود فيه الاكسبيرمنت نفسها، وده الجزء اللي هو السيرفيس كافن ده اللي احنا موجودين فيه حاليا. للاسف ما نقدرش ان احنا نخش جوه عشان اتقفلت خلاص، وان شاء الله ممكن تفتح على بعد سبتمبر ولا حاجه. تمام. بس احنا موجودين هنا حاليا. تمام. طيب السي ام اس بتتكون من ايه؟ السي ام اس ليها اربع اجزاء اساسيه. تمام. If Zoltan can share the CMS photo, the CMS picture, just to explain the component of the CMS. Yes, perfect. So, the CMS is composed of four parts. It's a thing called the tracker, a thing called the kilometer, a thing called the magnet, and then the immune system. Okay. The tracker is we start to see the tracks of the particle itself, the charge of the particle. وهو مشحون او مش مشحون، يعني ليه بوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج. تمام. ده هو التراكس زي ما زلطان بيشاور لنا. تمام. عن طريق مواده السيليكون اللي موجوده فيه. بعد كده عندنا الكيلومتر. الكيلومتر ده ديديكيتد للفوتونز والالكترونز وحاجه اسمها الجيتس. الجيتس ده زي حاجه هادرونز مكون الكواركس والجلون. بعد كده بيكون عندنا الماجنت. الماجنت very high magnetic field حوالي 3.8 تسلا، 3.8 تسلا، حاجه كبيره جدا. زي ما قلت بنحتاج حوالي 18000 امبير علشان نشغل الماجنت. وبعد كده هيكون عندنا الميون سيستم. الميون هو الهيفير فيرجن اوف الكترون. تمام. بس وهو علشان هاي بريتريشن وهاي انرجيتك، فبالتالي ان احنا بنحط الميون سيستم ذا اوتر موست لاير، اخر لاير خالص، علشان نبتدي ان احنا نابسورب او نديتكت الميون. تمام. طب ليه بنستخدم الماجنت بتاعنا فيري هاي ماجنتيك فيلد؟ علشان المفترض لو انا عندي ماجنتيك فيلد هياثر لي على التشارج، يا اما يعملها لي بند يمين او شمال. يبقى وانس ان انا شفت في التراكر ان في بارتكل حصل له بندنج نيجاتيف سايد او بوزيتيف سايد، معنى كده ان التشارج بارتكل دي از تشارج او البارتكل دي از تشارج. اوكي. عرفت منين من تاثير الماجنتيك فيلد على التشارج؟ كميه الانحناء نفسها هقدر ان انا اعرف الانرجي بتاعه البارتكل دي قد ايه، المومنتم بتاع البارتكل او البي تي او ترانسفيرس مومنتم. ودي فيتشر مهمه جدا 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 للبارتكل اللي انت تعرفها. وانس ان انت عرفتها عرفت انفورميشنز كتير جدا للبارتكل نفسه. فده فكره الماجنت نفسها، ان الماجنت لما بيأثر الماجنتيك فيلد على البارتكل بيخليه ان هو يحصل له بيندنج. يبقى اول ما يحصل له بيندنج انا عرفت ان هو بوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج على اساس زاويه الانحناء، اتجاه الانحناء. ثانيا زاويه الانحناء نفسها بتديني انفورميشن قد ايه المومنتم بتاع البارتكل، ان هو لو كان فيري فيري هاي مومنتم هيبنتريت على طول مش هيحصل له انحناء قوي، بس هو لو فيري لو مومنتم او لو مومنتم هيبتدي ان هو يتاثر قوي بالماجنتيك فيلد فبيحصل له انحناء بشكل اكبر. يبقى زاويه الانحناء عندنا هي بتحدد لي المومنتم بتاع البارتكل عامل ازاي. تمام. شكرا زلطان. كان وي اكشلي كيب ات فور ا سكند. لا كنت بس عايز اعلق ان احنا على الناحيه الثانيه، يعني في اطلس التركيب الديتكتور كسيستمز يعني هو بالظبط زي اللي قاله محمد. فاحنا عندنا برضو تراكر وعندنا كالوريمتر وعندنا ماجنت، بس الفكره علشان ان احنا نحاول يعني نخلي التجربتين مش بس بياخدوا داتا مختلفة وما يعتمدوش على نفس التكنولوجيا علشان لو في مشكلة او علشان في اي بايسز ما نبقاش متأثرين بيها، فكل التكنولوجيز المستخدمة ما بين التجربتين مختلفتين تماما.
يعني لو التراكر مثلا معمول من من شكل معين من اشكال السيليكون في سي ام اس، ففي اطلس بيكون معمول بشكل مختلف. بنستخدم برضو حاجه، بنستخدم تراكرز مصنوعه من الغاز مش مصنوعه من السيليكون. بنستخدم عندنا شكل الماجنت نفسه والنيون سيستم كله ده بيبقى مختلف، علشان تبقى يعني بنحاول نعلي درجه عدم التقاطع، الاورثوجوناليتي تكون اعلى ما يمكن، بحيث لو في مشكله، بحيث لو التجربتين فعلا شافوا نفس الحاجه نقدر نقول بثقه يعني ان احنا بنشوف تاثير حقيقي، ونقدر بقى نقارن التجارب النتائج ما بين التجربتين بشكل منفصل يعني. مظبوط. ده رسم لحد ما توضيحي ازاي ان احنا بنبتدي ال LHC، او ازاي ال LHC بيبتدي ان هو يسرع البارتكل نفسه. تمام. فبنبتدي مفترض هنا لناك 4، دي قديمه شويه بس هنا ده اسمه لناك 4. نبتدي ان احنا ننجكت البروتونز. البروتون ده بيخش في سيركل اسمها البروتون سيكنترون. تمام. بعد كده بيخش في سيركل اكبر اسمها السوبر بروتون سيكنترون. بعد كده بيبتدي ان هو يخش في ال LHC ويبتدي ان هو يحصل له اكسلريشن. لك ان تتخيل ان كل ال LHC خلال مثلا سنه ولا حاجه بيطلع من البوتل ده. تمام. ده يعني شايف البوتل ده صغير قد ايه؟ يعني قد بيتهيالي مش قد ايدي قوي، يعني ايدي مش كبيره قوي، بس البوتل الصغيره دي هي المسؤول ان هي تفيد ال LHC بالبروتونز مثلا طول سنه بحالها. تمام. تفيد كل ده طول سنه بحالها. طب حد هيسال سؤال، ليه احنا بنعمل كده؟ طب ليه الدوخه دي كلها؟ ليه احنا ما بنجيبش ما بننجكت البروتون دايركتلي تو ال LHC؟ يعني ليه ما بنعملش ندخل البروتون على طول ونسرعها في ال LHC؟ ليه لازم نعديها في البي اس وبعد كده نعديها في الاس بي اس وبعد كده نعديها في ال LHC؟ ممكن تدي لك فكره زي العربيه. لو حد فيكم بيسوق مانيوال، ما ينفعش ان انت تطلع على الرابع على طول، بتبتدي انت تجيب الاول وتجيب الثاني وتجيب الثالث وهكذا تطلع على الرابع. طبعا في عربيات معينه الاوتوماتيك تقدر تطلع على الرابع بس هي الفكره ان ده بيدي لك هاي افشنسي ومور اوبتمايزد ان انت تاخدها ستيب باي ستيب لحد ما توصل للهاي انرجي نفسها اللي موجوده في الفيشن. حاجه ثانيه ريماركبل هنا زي ما بيقول احمد، ان طب احنا عندنا تجربه اطلس، ليه يكون عندنا تجربه ثانيه لو هما الاثنين ليهم نفس الصفه؟ تمام. علشان ناكد على بعض، اول سؤال كنت اساله هو ليه اطلس هنا وسي ام اس هنا بالمنظر ده؟ ليه احنا محذوفين بيه؟ ليه احنا بعيد قوي كده؟ تمام. واطلس جنب سي ام اس جنب سير. الفكره من الهدف من المكان ده زي ما قلنا ان التجربتين بياكدوا على بعض لدرجه ان احنا عايزين نخليهم قصاد بعض بالظبط علشان يكون نفس الكونديشنز عليهم في حتى في البروتون بيم. تمام. لما البروتون بيحصل له سيركل في جوه ويحصل له كوليجن جوه ال LHC، هنا في الاوبوزيت سايد بالظبط في الناحيه الثانيه عشان يكون اندر ذا سيم كونديشن از ماتش از وي كان علشان التجربتين يثبتوا بعض. لو لقينا حاجه هنا اهو يبقى لازم نلاقيها في الناحيه الثانيه. تمام. لو بس عايز اضيف حاجه صغيره معلش. اتفضل. لو ترجع تاني للبيكتشر بتاعه المسارعات. هي المسارعات دي ما اتبنتش كلها مره واحده، يعني مهم برضو بحب ان اركز على فكره التراكم. يعني انت تلاقي جنب كل مسرع من دول مكتوب تاريخ معين اتعمل فيه، ففي مرحله يعني مثلا هتلاقي اللي هناك اتعمل في اوائل القرن العشرين، مش عارف سوري بعد الحرب العالميه الثانيه، الاس بي اس في الستينات ولا في السبعينات، البي اس في 59. فاحنا في كل مرحله بنبني مسرع بيبقى ده مسرع مستخدم في الفيزيكس، ده اللي بنعمل بيه تجارب الفيزياء. وبعدين لما نعمل مسرع، لما يعني ننوي ان احنا نعمل تجربه ثانيه بطاقات اعلى، بنستخدم ده في التشين، يعني بنستخدمه في عمليه التسريع لغايه ما نوصل لاكبر حاجه وصلنا لها اللي هو ال اتش سي 2008. تخيل بقى يا احمد دلوقتي ان احنا بنقول ان اكبر مسرع دلوقتي هو ال LHC واتبنى سنه 2008، ما بالك كمان 20 سنه بقى هنقول ايه؟ ده كان عندنا حاجه اسمها ال LHC يا عيني، كانت 13 تي بي حاجه كده صغيره زي ما كنا بنقول دلوقتي ان هو الاس بي اس او البي اس مثلا مش عارف 900 جي في ولا حاجه، حاجه صغيره كده مش حاجه جامده. فده ده ده شكل ال LHC من جوه. تمام. هنا اقرب نقطه نقدر نوصل لها للاكسبيرمنتال كاميرا، انا هشرح الجد ده بس الاول عايز اوريكم تاثير الماجنتيك فيلد. تمام. تاثير الماجنتيك فيلد
ده التشين بتاعتي عشان في جاذبيه ارضيه فلازم تكون التشين بالمنظر ده تمام. بس لو في ماجنتيك فيلد تاثير الماجنتيك فيلد هو قوي لدرجه ان هو بيعمل بيندنج, هو بنتريت الحيطه نفسها وبيأثر على التشين نفسه تمام. يعني هو المفترض لو في جاذبيه المفترض التشين يكون كده تمام. بص التشين عامل ازاي تمام من تاثير الماجنتيك فيلد. تخيل بقى جوه بقى المنظر هيكون عامل ازاي. انا كان نفسي ان انا ادخل النهارده جوه بس للاسف للاسف ما قدرناش تمام. وفي نفس الوقت لو نشوف هل هو قوي للدرجه ان هو تو بيبر كليبس يا بص بص عامل ازاي. سبحان الله تمام. بعمل زي البوصله فبتبتدي انت تقدر تشوف الاتجاه الماجنتيك فيلد عامل ازاي تمام. طبعا كان في لو انت دخلت جوه هتلاقي تاثيره اكتر لدرجه ان هو في مثلا لو مفك تقيل او حاجه تقيله ممكن ان هي فعلا تتاثر بالماجنتيك فيلد ان هي تتحرك. عشان كده وانت داخل جوه لازم ما تاخدش معاك حاجه ماجنتيك تمام, زي مثلا كروت الفيزا او الساعه لو معاك ساعه غاليه ولا حاجه, او لو الموبايل بتاعك بيتاثر بالماجنتيك فيلد فما ينفعش ان انت تاخده معاك جوه وين الماجنتيك فيلد شغال تمام. فشايفين التاثير بتاعه. ولو نعومي ولا ده ايه ده, احنا بعيد عن الاكسبيرمنتال كافن, ما بالك ان احنا لو دخلنا جوه تمام وهو فعلا الماجنتيك فيلد جامد. بص سوري اوكي. فهنا البوابه اللي بعدها على طول نقدر نخش الاكسبيرمنتال كافن. زي ما قلنا للاسف احنا مش هنقدر نخش تمام, بس البوابه دي زيها زي البوابه اللي فوق. بس هنا في فرق, لو حد فاكر لون البوابه اللي فوق كان لونه اخضر, هنا البوابه دي لونها اصفر. هي مش فكره ان احنا بنحب نغير في الالوان اكيد, هي الفكره ان اللون الاخضر ده معناها ان البوابه مفتوحه على طول تمام. في اي وقت ممكن انت تعمل لها كنترول من السي ام اس كنترول روم, تقدر انت تفتحها وتقدر انت تقفلها تمام. اما البوابه اللي لونها اصفر دي بتبقى كونديشنال جيت. يعني ايه كونديشنال جيت؟ يعني على حسب الحاله اللي فيها تمام, حاله الستاتس بنبتدي ان احنا لو هي في الجنرال يبقى اي حد ممكن يخش, بس لو هو معاه اكسس وهو معاه الفولي ترين تمام. وانس ان احنا عدينا من الجنرال اي حاجه من كده يبقى هو البوابه دي مش اي حد يقدر يخشها, ولازم سبيشال تريننج وسبيشال بيرميشن عشان يخش تمام. وحاجه تانية, وانس ان انت عملت بريك داون للجيت دي تمام, يعني لو انت فتحت ده فتحت اليد ده في الامرجنسي كيس, البيم على طول بيحصل له ابورت وبيقف تمام. حاجه تانية برضو للسيفتي, ان لما بتعمل سكان الدوزوميتر بتاعك هنا اهو, لو هي من جنرال تمام يبتدي ان ده زي دواليب او ادراج صغيره بتبتدي ان هي تتفتح وبيكون فيها مفاتيح تمام. لو في مفتاح مش في مكانه مفيش بيم هيكون في التجربه. لو في مفتاح مش في مكانه مفيش بيم هيكون في ال اتش سي. لازم السنسور يحس ان كل المفاتيح في مكانها, علشان لو حد دخل عمل اي حاجه يغير اي حاجه في الاكسبيرمنت ولا حاجه لازم يكون معاه المفتاح. وانس ان احنا مش في الجنرال, واحصل ان احنا مش في الجنرال تمام, فمش هيحصل مش هيكون في بيم في الـ في الـ في ال ال سي تمام. حاجه تانية ان احنا برضو هنا كان في زي طبله قفلناها برضو تمام علشان ما حدش يخش تمام. ان شاء الله تتفتح في ران 3 تمام. مورلس ده كان السيرفيس كافرن تمام. ممكن نيجي نشوف صوره لشكل ال اتش سي. ده شكل ال اتش سي جوه التانل تمام, صوره 3 دي. طبعا الناس لما بتيجي عندنا هنا زياره ممكن ان احنا يتصوروا جنب ال اتش سي كانهم متصورين جنب ال اتش سي نفسه تمام 3 دي.
بس طبعا عشان تخش في التانل هنا لازم special permission زي ما شايفين التانل ضيق. ممكن اخر حاجه ممكن اضيفها هنا هو ده الباب ده في حاله الامرجنسي كيس زي ما قلت ان هو الكالرز بتفرق معانا جامد. اللي فوق كان جرين ده كان يلو ده كان ريد. فالريد في حاله الامرجنسي تمام حاله الايفاكويشن. بس لو كان في ضوء احمر طلع هنا هو ستوب معنى كده ان انت ما تقدرش انت تعديه حتى في الامرجنسي تمام. وده وانس ان هو نور معنى كده ان الماجنتيك فيلد اشتغل جوه الاكسبيرمنت. فخد بالك لو انت مش واخد الاحتياطات بتاعتك تمام. وده برضو نوع من انواع السيفتي اكويبمنت حاجه بنسميها سيف ريسك ماسك علشان في حاله الاكسجين ديفيشنسي هازارد تمام بنبتدي ان احنا نستخدم ماسك سبيشال ماسك يدينا الاكسجين عبال ما نقدر ان احنا نطلع من المكان اللي فيه جاز او في اكسجين ديفيشنسي. وده لازم تدريب خاص ليه لازم تروح في التريننج تريننج سيشن اكتر من ساعتين تقعد تتدرب ازاي تستخدم السيفتي اكويبمنت. وما تقدرش انت تنزل تحت الارض من غير ما يكون عندك الفول تريننج من السيلف ريسكو ماسك. وبرده ده نوع من انواع السيفتي تمام ده بنسميه تترا ريديوس تمام. ده في لو انت ما عندكش سيجنال تحت الارض بنبتدي ان احنا نستخدمه تمام ان احنا نكومينيكيت مع الكنترول روم او نكومينيكيت مع اذر وركرز. ده في خاصيه مهمه جدا ان انت لو فضلته هوريزونتال يعني حطيته بالعرض اكتر من 40 ثانيه بيدي الارم للفايبرجيت او بيدي الارم للرجال الاطفاء. رجال الاطفاء هنا اهو هم المسؤولين عن يعتبر كل السيفتي بتاع سيرن سواء الامبولانس يقدر يوفرك الامبولانس او يوفرك يقدروا يتعاملوا مع اي امرجنسي كيس تمام. ده كان سريعا السيمس اكسبيرمنتال كفر او السيرفيس كفر تمام. احنا هنطلع دلوقتي تمام علشان الوقت اسف نفتح باب ممكن... الاسئله دلوقتي ممكن نفتح باب الاسئله قبل ما اطلع واكون معاك. اوكي طيب يارا ممكن تبدا بالاسئله لغايه ما محمد يطلع لو في حاجه عرفت اجاوبها انا لغايه ما محمد. السلام عليكم. السلام سيد ذكر رشاد عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله اخبارك سيد. بس رشاد كنت عندي استفسار بس بسيط هو اشمعنى البروتون بس بالذات اللي بنشتغل عليه اشمعنى في شيء بارتك التاني وليه مثلا كده من تحت الارض يعني اندر جراوند تمام. طب انا هخش في الاسانسير دلوقتي ممكن احمد ياخد مني تمام. هو انا هعيد السؤال عشان اطلع اتاكد انا سمعت صح السؤال. انت ليه بتسال ليه بنسرع بروتونز مش حاجه ثانيه تمام. ليه يعني الناس بتفرق البروتون فقط وليه مثلا الاكسبيرمنت بيتم اندر جراوند لا معلش مش سمعت ليه الاكسبيرمنت بيتم اندر جراوند اوكي ليه مثلا ما بنناش الخلل فوق الارض يعني ايه المانع تمام بالنسبه للسؤال الاول هو في الحقيقه ان احنا في اجيال سابقه يعني من المسرعات كنا بنستخدم جسيمات تاني غير البروتون زي الالكترون. بس طبعا انت في مشكله عندك في الالكترون حاجه اسمها سينك نيوترون راديشن او ما اعرفش اسمها الحقيقه ان احنا لما بنسرع الالكترون بطاقه عاليه جدا ونعمل له بيندنج فهو جزء كبير من الطاقه اللي احنا بنديها للالكترون دي بتتحول لفوتونات فبيطلع حتى اشعاع ضوء مرئي بنستخدمه بعد كده في الديتكشن. فده بيحط ليميت على الالكترونات ان احنا ما نقدرش نسرعهم لطاقات اعلى من حد معين لان بعد كده بنلاقي ان الطاقه اللي بنديها للالكترون هو بيفقدها في البيندنج وده ليه علاقه بكتله الالكترون عشان الالكترون كتلته صغيره. البروتون على الناحيه الثانيه طبعا ممكن نستخدم الاخ الاكبر للالكترون بس ده اصعب بكتير لان هو جسيم غير ثابت يعني فده بيحط كومبليكيشنز اعلى يعني. البروتون على الناحيه الثانيه جسيم اثقل بكتير يعني مقارنه بالالكترون فده بيخلي مفيش تقريبا اشعاع بيضيع يعني بسبب فده بيخلينا نقدر نوصل لطاقات اعلى. بس على الناحيه الثانيه برضو الالكترون يعني افضل بكتير من ناحيه ان هو الالكترون بيدي سيجنال انقى بمعنى ان الالكترون جسيم اولي
البروتون مش جسيم اولي، فانت البروتون انت مش بتعمل تصادم لجسيم versus جسيم، انت بتعمل تصادم لكأنك بتعمل كل الكواركس والجلوون اللي جوه البروتون في نفس الوقت، فده بيخلي السيجنال فيري يعني مش السيجنال، بيخلي نتاج التصادم فيري نويز، فده بيخلينا نعمل بقى مجهود اكبر على كاناليزرز وكفيزيائيين يعني ازاي نطلع السيجنال الفيزيائيه من وسط كل الدوشه دي. فبخصوص السؤال الاول يعني، بس في نفس الوقت يعني احنا في المشاريع القادمه في ال LHC في مشاريع ان احنا عايزين يحيوا تاني موضوع ان الالكترون بوزيترون كولايدر يعني، فده مشروع، في مشروع تاني لسه بيتفاوضوا مع الحكومه اليابانيه لو خدوا تمويل ان هو يتعمل بحيث ان هو يكون الكترون بوزيترون كولايدر ازوال يعني، بس في الحاله دي علشان يتفادوا الاشعاع اللي هو الالكترون بيفقده بيخلوا المسرع خطي لينير كولايدر، بحيث يجيب الكترون من ناحيه وبوزيترون من ناحيه تانيه ويتحركوا بشكل خطي. السؤال الثاني بتاع ليه من تحت الارض، ده هنا بس لاسباب جغرافيه مش لاسباب يعني فيزيكس يعني. التيفاترون مثلا في امريكا، كان امريكا واسعه جدا وصحراء وبتاع، فكان محطوط فوق الارض وتقدر تشوف حتى الاريال فوتو، هتشوف شكل المسرع حد الاسره وبس. فانما الاسباب ان هو مفيش مساحه ان احنا نعمل ده في جنيف غير عن طريق الحفر يعني تحت الارض، وبرده ده امان مش للاريا للاريا نفسها، بس انت وفي نفس الوقت بيكون عندك ليس باك جراوند، انت اوتوماتيك بيكون عندك باك جراوند جاي من الشمس والكوزميك ريز وهكذا. تمام، حتى في تجربه ديون مثلا ان هم بيدرسوا النيوترينو وهو حاطينها فوق الارض، بس في نفس الوقت بيكون عندهم جزء باك جراوند كبير جاي من الشمس، فكل ما انت نزلت تحت الارض كل ما كان عندك تيكنس لاير كبير، فبالتالي تقدر انت تقلل الباك جراوند بتاعك. بس هو الفكره الباك جراوند ممكن تعمله فيديو يعني، ما تحكي التيفاترون كان فوق الارض يعني، فده متاح وده متاح. تمام. بس هو على حد علمي السبب الاساسي جغرافي يعني مش. وفي نفس الوقت البروتونز بيكون من كواركس زي ما كان احمد كان بيقول، انت كده بيكون عندك هاي كروس سكشن للشانلز اللي عندك. تمام، وغالبا لما بتبتدي اي تسجيل. سؤال ثاني لو حضرتك بس انت اكتر عن تجربه الهيكس بوزون وازاي بتعملوا له ديتكشن، وبانهي بورت في السي ام اس ولا في الاطلس ولا فين بالظبط؟ تمام، شكرا تجاوب على السؤال ده بما انك انت اساسي في فريق هيجز. هو الهيجز احنا يعني الهيجز وقت الديكي بتاعه وقت التحلل بتاعه صغير جدا، فاحنا ما بنقدرش وهو جسيم برضو نيوترال يعني، فما بنقدرش نعمله ديتكشن بشكل، ما بنشوفش التريسز بتاعته بشكل مباشر في الديتكتور، ولكن بنشوفه عن طريق قنوات التحلل الديكي شانلز بتاعته. فانا ببص الهيجز بيتفاعل مع الجسيمات الاوليه الثانيه على حسب كتلتهم، لان هو اللي بيدي الكتله يعني، اكشوالي الترم اللي في المعادله اللي بيدي الكتله هو تفاعل هذه الجسيمات مع الهيجز. فكل ما في بلوت لطيفه جدا ممكن تشوفوها على النت بتربط ما بين درجه تفاعل الجسيمات الاوليه مع كتلتها، وبتلاقي العلاقه خطيه فيري لينير يعني بيوتيفول كيرف بصراحه. كل ما كتله الجسيم الاولي بيزيد بتلاقي ان التفاعل مع الهيجز بيزيد، لان هما الاثنين هي اتس سيم ثينج اكشوالي. المكسيكان هات المكسيكان هات لعلاقة الهيجز فيلد بالبرت نفسه، ان هو الهيجز ليه خاصية ان هو عند الزيرو بوتنشال بيكون هاي بوتنشال مش زيرو بوتنشال. المكسيكان هات هو في الجراوند ستيت هو بيكون هاي بوتنشال، فاوتوماتيك بيكون بالنسبة له فيه تأثير، فاوتوماتيك بيكون بيقدر يتفاعل مع البارتكل نفسه ان هو يطلع الماس للبارتكل. فكرة المكسيكان هات بتاع البوتنشال هو اللي محمد بيتكلم عليه، المكسيكان هات دي ده شكل البوتنشال بتاع الهيجز. هو انت الهيجز يعني ايه، بيبقى في مرحلتين كوزمولوجيكلي سبيكينج يعني، هو بيمر بمرحلتين قبل السيمتري فيه يعني، هو بيمر بحاجه بتسميها سبونتينيوس سيمتري بريك، ان يعني لما مع الكون وهو بيبرد في يعني بعد البيج بانج يعني في مرحله معينه حصل سبونتينيوس سيمتري بريك. قبل كده كانت الجسيمات كلها قاعدين في الكتله، ما كانش في اي كتله لاي جسيم، فلما حصل سبونتينيوس سيمتري بريك ده الهيجز فيلد اخذ فاكيوم اكسبكتيشن فاليو مش زيرو، خد قيمه يعني طاقه معينه بنقدر نقيسها، ودي بعد كده بترتبط بكتله الجسيمات. شكل الكيرف ده بيسموه المكسيكان هات، لان هو عباره عن كانها تو بارابولاز يعني، فبيسموها المكسيكان هات بوتنشال. بخصوص السؤال بتاع الكشف، فاحنا زي ما قلت بنكشف عن الهيجز عن طريق الديكي بارتيكلز، فطبعا اتقل جسيم بنقدر نشوفه مثلا زي البي كواركس، ده جسيم تقيل، فاحنا بنشوف البي كواركس ونحاول نربطها بالهيجز.
وبس في نفس الوقت البي كوارك صعب يتشاف لانه بيعمل دوشه كتير في الديتكتور، فبنشوف في جسيمات فيها يعني تشانلز معينه بنسميها الجولدن شانلز. هي جولدن لانها بتدي فيري كلين سيجنتشر، بس في نفس الوقت دي بتبقى حاجات نادره جدا. يعني اما اشهر يعني تو جولدن شانلز الهيجز ديكي تو فوتونز وللفيرم فور لابتونز فور فيرمينز، بس دي طبعا بتبقى حاجات نادره جدا، فده بيحط تشالنج على ناحيه ان انت عندك لو ستاتستكس بس فيري كلين سيجنتشر. هي اللي في سؤال تاني بس عشان كان في حته تاني من السؤال بتاعت هما في اطلس ولا في سيمس، هو كان في الاثنين مع بعض طبعا اندبندنتلي، يعني كل تجربه شافوا الاكساس عند كتله عند نفس الناس تقريبا واكدوا التجربه بعد. اتفضل. كان اول حاجه ايه طبيعه المسلمات اللي هي التاو والبيون؟ تمام. وتاني سؤال ايه اللي السر بتسعى له؟ يعني هي عايز توصل لايه؟ يعني هي وصلت للجزيئات الاوليه هي بتهدف لايه بعد كده؟ يعني التصادمات والتجارب ولا هي يعني حضرتك فاهم قصدي؟ يعني اقصد هي عايز توصل لايه؟ سؤال بس انا كنت عايز اسال نفس السؤال ده بس بشكل تاني. يعني دلوقتي هو يعني ايه يعني الهدف بتاع سيرنك خلال الفتره اللي جايه؟ مثلا هل تم مثلا انديكيشن مثلا لبرك مطر، او هل تم مثلا انديكيشن مثلا للسوسي بارك بصفه عامه؟ هل مثلا في انديكيشن لحاجات شبه كده، ولا مثلا لحد دلوقتي سيتل ده لسه ما فيش اي كل اللي بيتحط مثلا بيتحط لسه مجرد ليميتس بس وخلاص؟ او مثلا يعني في تطورات مثلا ممكن تحصل، ممكن يتم مثلا يكبر القابل يخليه بدل ما 27 كيلومتر يخليها اكتر من كده مثلا؟ هل في مثلا تكنولوجي شغال على الكلام ده، او ان هو مثلا يحاول بدل عشان خاطر يقلل اللي هو السيكوترون افكت بدل ما بيشتغل راوند ممكن يشتغل بحاجه كل لينيوم؟ طبعا ده يدي انرجي اعلى في الوضع. هل مثلا الافكار دي كانت مطروحه زمان؟ هل فعلا بدا تطبيقها مثلا على العمل دلوقتي؟ ده ممكن يساله السؤال الثاني برضه زي يعني بناء على السؤال ده. يعني معلش ممكن اسال سؤال عشان صعب عشان الصوت صعب، وخلينا نسال سؤال عشان ما ننساش حاجه. تمام. ايه الاهداف؟ هو سال السؤال الاول ايه طبيعه بتاعه اللاينز والتاب. تمام، ممكن تعمل ميوت بس عشان اعرف عشان الصوره. زي ما كان احمد بيشرح في الستاندرد موديل، ممكن تشوف الستاندرد موديل بتاعك زي الجدول الدوري بتاع الكيمياء. ان انت عندك في الجدول الدوري كل ما مثلا ما بتروح يمين او بتروح شمال في فيتشرز معينه بتبتدي ان هي تزيد معاك او تقل معاك، زي العدد الكتلي او العدد الذري او هكذا. نفس الكلام في الستاندرد موديل، احنا عندنا جدول احنا بنسميه الجدول الدوري بتاع البارتكل فيزيكس او الاليمنتري بارتكلز. فبتلاقي فيه ان هو جنريشن، اول جنريشن عندك هو الالكترون، تمام، زيه بالظبط بارتكلز ثانيه بنفس خصائص الالكترون بس اتقل منها شويه، تمام، ومش لونج ليفت زي البارتكل، مش مور ستيبل زي البارتكل، زي عندك الميون. وبعد منها الجيل الثالث هو التاو، برضه نفس السبين ونفس التشارج ونفس الفيتشرز العامه، ما عدا ان هو بيكون الفيرجن اتقل من الفيرجن اللي قبله، تمام، وهكذا برضو بنفس في الكواركس هتلاقي نفس الفيتشرز نفسها. تمام، تحب تضيف حاجه في هو انا كنت عايز اضيف حتتين. الحاجه الثانيه على المستوى يعني from the theoretical point of view باستثناء الكتله، فهو ما فيش فرق بين الثلاثه، بمعنى ان هو في حتى حاجه بيسموها الليبتون فليفر يونيفرساليتي، ان المفروض الثلاثه انترتشينجبل، يعني لو في تفاعل بيحصل مع ده وممكن يحصل مع التانيين بسبب الكتله فلازم يحصل بنفس المقدار، مفيش حاجه سبيشال ما بين ده وده، يعني ما يعني هم اللي هم الثلاثه انترتشينجبل. دي اول حاجه عايز اضيفها. نسيت حاجه تانية تضيفها، ان هو ليس ستيبل، هم ليس ستيبل عن الالكترون، يعني التاو مثلا لازم بيحصل له ديكي على طول، بس هو يعتبر ان هو لونج ليفت شويه فبيحصل له ديكي على طول، ديكي ليفتنكلي او ديكي هيدرنكلي على حسب التاو. بس فده يعتبر دي الطبيعه بتاعت التاو والميون كومبيرد للالكترون. اوكي، فهم فاندمنتلي نوت ديفرنت. الحاجه الثانيه ان هم ليه ثلاث اجيال؟ ده سؤال مهم، بس ده سؤال احنا ما عندناش اجابه ليه. يعني ده سؤال جزء من الموتيفيشنز، وده برضه هيمتلي هيربطنا بالسؤال اللي كذا سؤال اتسال بعد كده، هو ايه اللي السن بتطمح ليه او ايه احنا بنعمل دلوقتي اصلا. الفكره ان ازاي يعني ايه الستاندرد موديل قدم ادق بريدكشن اتعمل في تاريخ الفيزيكس، اللي هو بتاع الهيجز، لا مش الهيجز، الالفا بيز الكيو دي كوركشن. الكنترول، يعني انت بتتكلم على بريدكشن اتعمل تو ذا 9 بير، يعني 9 ارقام بعد العلامه العشريه
النظريه زي التجربه بالظبط، فدي نظريه مرعبه. بس في نفس الوقت نسينا حاجات يعني صغيره في النص زي الجاذبيه كده، معلش ما حطناش الجاذبيه بالظبط. وفي نفس الوقت برضو في مشاكل ثانيه لها علاقه بالكونسيستنسي، لان الهيجز على قد ما هو جسيم اولي ومهم، بس الهيجز ما فيش سيمتري معينه بتحفظه غير الجسيمات التانية اللي موجوده في. وفي اسئله كتير قوي بقى، يعني من ضمن الاسئله ويعني وانتم ان شاء الله باذن الله تساعدونا ان احنا نجاوب عليها، ليه الماتر اكتر من الانتي ماتر؟ بالظبط دي حاجه برضو احنا مش عارفينها. صحيح، بحيث ان لو كان الماتر عندي قد الانتي ماتر احنا مش هنكون موجودين اصلا، هنكون عندكم فيلد. فتخيل ان في حاجه حصلت في الكون فخلت الماتر اقل اكتر من الانتي ماتر. حاجه تانية، انت لو بصيت في السماء هتلاقي الكواكب والمجرات بس كل ده على بعضه قد ايه كان في المية من الكون؟ 4%. فانت فعليا انت عندك 94% او يعني يكاد يكون نور 90% of your universe you don't know anything about، اللي هو الدارك ماتر والدارك انرجي، انت ما تعرفش اي حاجه عنها. احنا ما نعرفش غير ان هما موجودين، ايه طبيعتهم، بيكون من ايه، البارتكلز دي بتتفاعل ازاي، هو دارك ماتر احنا مش شايفينها، احنا عشان كده سميناها دارك، يعني ما بتتفاعلش مع بارتكلز فاحنا مش قادرين ان احنا في ايه. فتخيل ان انت اكتر من 90% من الكون بتاعك ما تعرفش عنه حاجه، غير بقى زي ما قلنا في بارتكلز كتير زي السوبر سيمتري. هل السوبر سيمتري موجوده ولا لا؟ تكمله للسؤال ايه، ماذا بعد؟ زي ما قلنا ان في اسئله كتير قوي احنا مش عارفين عنها حاجه، فبالتالي ان احنا بنشوف ايه الامكانيات اللي احنا ممكن نعملها علشان نوصل لنتائج احسن، او نبتدي ان احنا ندور اكتر. فمن ضمن الحاجه المفترض ان هي هتتعمل كمان 4 سنين او كمان 3 4 سنين على ايه، الهاي لومينوستي الفيستو ده معنا 26 اجلوا اكتر، هم بقى ييجوا بقى يشتغلوا بقى ان شاء الله، بس هتاجل اكتر كمان عشان الكوفيد عمل مشاكل كده، فلسه الموضوع هيطول شويه. فالمرحله اللي جايه ان احنا بنفكر انت عندك حاجتين، يا اما تزود الانرجي يا اما تزود عدد البارتكلز اللي بيحصل لك كوليجن، تمام؟ فالاثنين لو زودت عدد البارتكلز اللي بيحصل لك كوليجن بتبتدي ان انت بتزود الكروس سكشن او البروبابيلتي ان انت تشوف البارتكل ده جوه الديتكتور نفسه. فبالتالي ان احنا قدامنا يا اما نزود الانرجي يا اما نزود العدد البارتكلز اللي بيحصل لك كوليجن. فالاسهل بالنسبه لنا دلوقتي ان احنا نزود عدد البارتكلز نفسه جوه الال اتش سي. فده المرحله الجايه، يعني احنا دلوقتي في ران 3 هيبقى الهاي انرجي شويه صغيرين عن ران 2 اللي هو 13 و6 من 10 او 13 و6 من 10 في الهاي لومينوستي. في الران الابيض كان 13 ابي في الهاي لومينوستي هنضرب اللومينوستي اللي موجوده دلوقتي بحوالي 1000 او حوالي 3000، احنا هيكون عندنا التوتال حوالي 3000 الاكسبيرمنت بالظبط. فنضربه في 3000 ولا حاجه او 1000 من الموجودين عندنا دلوقتي، تمام؟ اقل شويه، حوالي 140 جمعنا يعني حوالي 140 فيمتو بون، ودي وحده قياس يعني كميه اللومينوستي. فاحنا هنوصل حوالي 3000 فيمتو بارن في الهاي لومينوستي. ده مدى، هنتكلم على مدى ال 20 سنه الجايين او 30 سنه الجايين ان شاء الله. وبرده ده كل ده على نفس الماشين، على ال اتش سي بس، غير الاكسبيرمنت بالظبط. في برده على ال اتش سي في مشاريع ثانيه، ابجريدز ثاني، هل نبني مسرع جديد؟ يعني كان في عايزين نبني مسرع، كانوا في برده فكره طرحت بالظبط ال اتش سي ان احنا نبني نعمل نفق ثاني، هم يعملوا عشان مش يعني مش احنا لسه بالظبط، يعني ده لسه في المستقبل انتوا تعملوا ان شاء الله. نفق ب 100 كيلو على مساحه على محيط 100 كيلو، فانت اكبر من ال اتش سي نفسه، تمام؟ ويوصل لدرجه الهاي انرجي 100 تيرا الكترون فولت، 100 تيرا الكترون فولت، ده الفيوتشر بتاع ال اتش سي، تمام؟ على 100 كيلومتر سيركمفرنس. بس طبعا ينزل بقى تحت الليك بقى تحت جنيف، او لانه الناس بتنزل في الميه فوق. وفي تجارب ثانيه، يعني في زي ما قلت في مشروع ثاني في اليابان، بدل ما يستخدموا البروتونز هيستخدموا الكترونات او فيسون. في سؤال ثاني، وانا ازاي بقدر ارصد الجسيمات المتعادله زي الالكترونات مثلا؟ ازاي نقدر نرصد الجسيمات المتعادله زي النيوترونات؟ زي النيوترونات وحاجه ثانيه زي الفوتونز، تمام؟ بص، النيترينو، انت قصدك على النيترينو مش النيوترون؟ النيترون كهادرون، بس خلينا اقول لك على النيترينو عشان النيترينو ليه خاصيه خاصه. انا شغال في زي ما قلت في اللونج ليف بارتكلز، فده الى حد ما ريليتد ليا. النيترينو ان هو ما بنقدرش ان هو نعمله دايركت ديتكشن، علشان هو ما بيحصلوش انتراكشن مع الماتيريال غير ضعيف جدا جدا جدا. فبالتالي بالنيترينو بنبتدي ان احنا نحسبه كميسنج انرجي،
يعني ايه ميسنج انرجي؟ زي ما كان احمد بيقول خالص الكونزرفيشن لو اوف انرجي، ان انت قانون بقاء الطاقه، انت عندك الانرجي قبل التفاعل لازم تكون بتساوي الانرجي بعد التفاعل، تمام؟ فنبتدي ان احنا نحسب الانرجي قبل التفاعل عندنا قد ايه، والانرجي بعد التفاعل عندنا قد ايه، والطاقه المفقوده دي احنا بنسميها دي النيوترينو او الميسنج انرجي، ان احنا ما قدرناش نعمل لها ديتكشن. اما البارتكلز الثانيه تمام اللي هي نيوترال زي الفوتون او زي النيوترون، تمام، دي زي ما قلنا ان ليه عندنا سب ديتكتور ديديكيتد لكل نوع من انواع البارتكلز. يعني الكيلومتر عندنا حاجه اسمها الالكتروماجنتيك كيلومتر، دي ديتكتد او ديديكيتد للالكترونز والفوتونز، يعني هي بتعمل ابسوربشن للفوتون نفسه، فبنحس ان احنا عندنا فوتونز ان هو بيتفاعل مع الماتيريال. ازاي بيتفاعل مع الماتيريال؟ ان هو بيخبط الالكترون من الاتوم في الجاز، فبيدينا اشاره الالكترون ده لما بيطلع بيدينا بلس ان في ديتكشن حصل او في بارتكلز موجود جديد، فبيبتدي ان هو البلس ده نعمل له امبليفيكيشن يمشي في سلك يدينا تيار، نحسب شده التيار دي، يبقى احنا عندنا سيجنال، او يبتدي ان احنا نشوف السيجنال دي جايه من فوتون. حاجه ثانيه، افرض مثلا انا عندي تراك للبارتكلز او بارتكلز ظهر في الالكترومغنتيك كيلومتر بس ما ظهرليش التراك بتاعه في التراكر، يبقى ده فوتون. ليه؟ علشان زي ما قلنا ان التشارج بارتكل هي اللي انا هقدر احس بيها في التراكر، تمام؟ لو انا ظهر عندي في التراكر وظهر عندي في الكيلومتر، يبقى ده الكترون، علشان انا شفته التراك بتاعه في التراكر وفي نفس الوقت شفته في الكيلومتر، وهكذا بالنسبه للميون، وهكذا بالنسبه لاي نيوترال بارتكل تاني. في سؤال اخير يكون لا لا عيد تاني عشان انا ما البروتونز احنا بنعملها كوليجن كده، منين المصدر بتاعها؟ البروتون بنجيب البروتونز منين؟ بنجيب البروتونز منين؟ بص لو انت شفت البوتل اللي انا وريتها لك تحت دي، هي دي البوتلز اللي بنطلع منها البروتونز. احنا بنجيب الهيدروجين جاز، الهيدروجين فيه خصائص جميله جدا، هو عباره عن بروتون وعباره عن الكترون، بنروح مطلعين الالكترون من الهيدروجين، لما بيتبقى عندك ايه؟ بيبقى عندك بروتون بس. احنا بنجمع الهيدروجين ده بعد ما نطلع منه الايونايزد هيدروجين، بعد ما نطلع منه الالكترون، ويبقى عندنا اللي هو الايه البروتونز بس، وبنبتدي ان احنا نعمل له اكسلريشن جوه الديتكشن، او سوري جوه البيم، جوه الاكسلريتور. معلش انا عندي بس سؤال، حضرتك كنت دلوقتي بتتكلم ازاي ان انت بتقدر تحسب الطاقه بتاعت النيوترينو عن طريق ان انت بتجيب الميسنج انرجي اللي بتبقى موجوده عندك في الرياكشن، بس برضه في نفس الوقت انت قلت ان في حوالي 40 مليون ايفنت بيحصل، فانت بتكنسل منهم ايفنتس انت مش انترستد بيهم. طب ازاي انت هتعمل النقطتين دول؟ يعني ازاي انت هتقدر تحسب حاجه ميسنج وفي نفس الوقت انت بتكنسل حاجات اوريدي انت بتقول انا اوريدي درستها؟ تمام تمام، هي الف لا ماشي، لا هو سؤال منطقي، بس هي الفكره ان انت ال 40 مليون كوليجن ده، ان كل كوليجن فيه طاقته قد ايه؟ ما انت عندك الطاقه كلها، او مش الطاقه، البروتونز كلها على بعضها 13 تي في، انت عندك كل بروتونز 13 تي في، فانت لما بيحصل عندك كوليجن بنسميه الاندرلاينج ايفنت او المين كوليجن اللي انت بتدرسه، تمام، ده بيكون انت عارف طاقته اللي هو 13 تي في، تمام، فانت بتكون حاسب الطاقه قبل التفاعل وبعد كده بتشوف الطاقه بعد التفاعل. الطاقه مش كلها ال 40 مليون ايفنت هي ال 13 تي في، لا ده كل ايفنت منه تمام هو 13 تي في، بس طبعا مش بيتراوح ما بين الانرجي بعد التفاعل، علشان زي ما قلنا ان هو لو انرجي يحصل له سكاترنج او كذا او كذا او كذا، فبتدي ان انا ببقي او بسيب الكوليجنز اللي انا ممكن اهتم بيها اللي هي الانترستد او الاندرلاينج ايفنت زي ما احنا بنقول. في سؤال تاني؟ دكتور سمعت عن سؤال، هو سامعني؟ حضرتك عارف ان الاتوم اغلبها بيكون سبيس، بيكون فيها فراغ كبير، فهل نفس المنطق ده بينطبق على البروتون؟ يعني احنا لما جبنا الكرات الاوليه منها نسبه الاشغال فيه كانت 100% ولا في سبيس برضه؟ ده سؤال جميل جدا. هو ده مش سبيس بمعنى سبيس، هو البروتون اكشلي از ا فيري كومبلكس بارتيكل. يعني الصوره الاوليه بتاعت احنا بنقول البروتون عباره عن كواركس، ذاتس اكشلي نوت ترو او نوت اكيوت، على الاقل ان هو البروتون عباره عن، لان هو النظريه بالظبط اكزاكتلي هو اللفظ سي حرفيا بنسميه عباره عن بحر، لان النظريه اللي بتحكم الكواركس مش بس عشان هم جسيمات مشحونه ففي بينهم كولوم فورسز يعني، بس لا في نظريه ثانيه او في قوه ثانيه، القوه اللي بنسميها قوه نوويه قويه، سترونج فورس.
فده بيخلي الشكل تاني من اشكال الشحنه بيسموها الكارل تشارج، وده عكس يعني الطاقه الكهربائيه او الشحنه الكهربائيه او الالكتريك بوتنشال بيقل مع المسافه، كل ما تبعد عن الشحنه الكتله بتقل، مش كتله بتقل سوري، الجهد بيقل، بوتنشال بيقل. في حاله السترونج نيوكليير فورس الموضوع ما بي... الموضوع بيحصل بالعكس، انت اكشلي بعد كل ما بتبعد الموضوع بيزيد، كانه سبرينج بالظبط، كانه عندك سبرينج، ما اعرفش اسمه بقى سبرينج يعني. فده بيخلي شكل التفاعل مركب جدا جوه البروتون. فالبروتون مش بس كواركس، البروتون عباره عن كواركس وجلوونز مع يعني مخلوطين مع بعض كده، وطبعا عندك انت سبيس سواء المينلي يعني اكتر المكون الاساسي عباره عن جلوونز. طب انت ازاي بتاكسس المكونات المختلفه دي على قد الطاقه اللي عندك؟ بمعنى انت في لو انرجي، يعني لو انت بتعمل تفاعلات على طاقه قليله جدا 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 تقدر تابروكسيميت البروتون كجسيم واحد، تزود الطاقه شويه تقدر تعمله ابروكسيميت ل 3 كوارتز، تزود اكتر اكتر لازم تاخد تاثير الجلوونز. احنا بنسميها بحر من الجلوونز ومحطوط فيه كوارتز زي مراكب كده، انت عندك بحيره وفيها ثلاث مراكب، ده البروتونز. تمام، هو الاساسي هو عندك البحر، بس طبعا اللي ليه تاثير هي المراكب اللي فوق. How much لو عندكم أسئلة تانية. هو تقريبا كده الأسئلة خلاص، احنا بنشكركم جدا ان انتوا كنتوا معانا. هو في سؤال اخير بس احنا نستأذنكم، هل ينفع بعدها ناخد صورة معاكم وتجيبوا لنا فيو كده حلو نخلي الطلاب يقفوا هنا ونتصور معاكم؟ تمام، بس بعد السؤال الاخير. كنت عايز اسال، هو احنا لو قدرنا نسرع البروتينز دي بسرعه الضوء، لو يعني حصل الموضوع ده ففي نظريه تراوتر الارقام ممكن تحصل او يحصل تدخل في الازمنه او انت اللي بتسمع عنها؟ هي انت لو احنا قدرنا نسرع البروتون بسرعه الضوء، اللي انا فهمته هو ايه التاثير اللي ممكن يحصل لو احنا مثلا بنعمل بريكنج للرولز معينه جوه. لو انا سمعت السؤال صح، فالى حد ما ده سؤال فلسفي شويه اكتر منه سؤال عملي، علشان الرولز الموجوده سوفر ان احنا ما نقدرش نعدي سرعه الضوء، ان احنا اكتر سرعه عندنا اللي هي 99.9999، بس ستيل في ليميتس معينه بالنسبه لنا، احنا ما نعرفش لو احنا عدينا ايه اللي ممكن يحصل او نقدر نعدي اصلا ولا ما نقدرش. تمام، لسبب ان انت عندك القانون بيحكمك ما دام في كتله يبقى في ليميت عندك. تمام، وانس ما فيش كتله يبقى ممكن توصل لسرعه الضوء. تمام، في كتله للبارتكلز خلاص يبقى انت ليميتد للسبيد ليميت بتاعك ما تقدرش تعدي. وانس ان انت فقدت الكتله زي الفوتونز كده خلاص مبروك عليك، وصلت سرعه الضوء. تمام، ساعتها بقى الفيتشر بتاعتك بتتغير، الاي بتساوي ام سي سكوير، الدنيا بتبقى متغيره تماما. فاحنا انا ما اقدرش ان انا اقول لك احنا لو كسرنا سرعه الضوء اللي ممكن يحصل، بس ممكن الزمن يقف، ممكن للبارتكلز نفسه الله اعلم. عندك سمول فلوسفيكال كويشن. تمام، في وقت سؤال اخير؟ في وقت. ماشي، صوره مهمه برضه. تمام اوكي. Yeah, last question, and after that we'll take a picture. Oh yeah, okay. Yeah, we'll take a picture. That all the students will stand up here, and we all our fourth. ماشي، هم في حد بعت سؤال، ما هي النتائج المتوقعة من تفاعل شعاع من الهدرونات أو الإلكترونات مع ذرات مواد مثال الإنر جازز؟ الإنر جازز؟ يعني إحنا لو عملنا تصادم ما بين الإنر جازز مع البروتونات مثلاً أو مع الإلكترونات برضه، هل نريد حاجة شبه؟ عندنا دلوقتي اللي هو الغاز الخام مع برضه لو حصل نيبل جاز. اللي هو الغازات الخاملة، إيه اللي هيحصل لو إحنا عملنا تصادم ما بين الهادرونز اللي هي البروتونز والغازات الخاملة؟ هو جبت سؤال إجابة مركبة قوي، لأن إحنا زي ما قلنا already البروتون is a very complex object، فأنت لما تتكلم على molecular level
تتكلم على حاجه يعني اكثر تركيبه مش يعني اصلا ما فيش اجابه سهله لكده. هو احنا بنعمل مور ليس حاجه زي كده اللي هي البي بي بالظبط. ولا وفي ده في سيرن بس هو لو بعدنا الرصوص. كمان بالظبط يعني احنا غير ان احنا بنفعل بروتونز وبروتونز في سيرن بنعمل حاجه اللي هو الهيفي اين كوليجنز وكده بس في فيلدز ثانيه غير البارتكل فيزكس يعني اللي علاقه بالماتيريال ساينس وكده بيعملوا ده علشان بيعملوا ديتكشن. هو بيستخدموا البيم كانه الكترون ليزر ان واي يعني فبيعملوا ده عشان يشوفوا مثلا يشوفوا ما اعرفش بروتينز باشكال معينه يشوفوا دي ان اي بشكل عام ازاي بس ما يعني عشان شخصيا ما عنديش اجابه واضحه ان في تفاعل كذا ما يعني ما اعرفش الفول ديبند ايه كتلته ساعتها هتبتدي انت تدرس الفيتشرز بتاعه الغاز نفسه تاثيرها بالبيم اللي وقع عليها قد ايه او ايه مثلا الكوندكتيفيتي بتاع الغاز الغاز بقى خامل او انت ممكن تخش كده في النيوكلير بالظبط احنا بعدنا احنا كده في طاقه اقل بكتير من الفيزكس احنا كده نيوكلير رياكشن فدخلنا بقى في ايه في قصه تانية طاقه اقل بكتير يعني طاقه اقل بكتير خلاص anyway تشرفنا بيكم جميعا يا شباب وانا في قمه سعادتي بصراحه ان انا مع كليتي النهارده تمام هو شكرا جدا ليكم واحنا بجد اتشرفنا. هل بقى ينفع صوره في فيو يبان ان احنا في سي ام اس؟ Can we take a picture that we show that we are in TMS like with a background something yeah I will just this spotlight and then we can Noemi can come yeah, closer yeah, please I just as well yeah please Sultan yeah there's a space don't worry come on can have a background and a scene is just this cheers okay can we take it again Give us a few seconds. They are gathering together to have the photo. Just the order students themselves. To come off. Yeah, the ordering okay. themselves. This way, I make, and then I will make them next to us. Then I will add them to spotlight. Oh, I'm back. Okay. So yeah. Then I will just do this way. Oh, sorry. Place. Okay. Thank you very much. Have a nice day.